يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، حلقة الخميس 11 إبريل. صباح الفل عليك يا محمد، وكل سنة وانت طيب. انت بالصحة والسلامة بسنت، صباح العيد والفرحة والبهجة. العيد في مصر حاجة تانية، البهجة المصرية ملهاش مثيل في بلد دي في أي مكان في الدنيا. لسه بنعيش مع حضراتكم أجواء عيد الفطر المبارك بكل تفاصيلها الجميلة. امبارح يوم جميل، والنهاردة إن شاء الله يوم أجمل تاني، أيام عيد الفطر المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير ومودة وبهجة، ودايما كده أجواء العيد تفضل من أجمل وأكتر اللحظات اللي بنحس فيها بالحب والمودة والجمال. ربنا يجعل أيامكم كلها أعياد يا رب. يعني العيد في مصر فعلا كمان حاجة تانية. صحيح. زي رمضان بنلاقي أجواء مختلفة، بنلاقي الناس كلها في الشوارع والناس كلها بتحتفل. يمكن تابعنا امبارح من المحافظات كلها على السوشيال ميديا صلاة العيد كانت عاملة ازاي في المساجد المصرية، وشفنا الناس من بعد كده كمان بتنزل ازاي تحتفل في جميع يمكن الحدائق العامة. منظر فعلا مبهج جدا، يفرح الأطفال وهم ماشيين في الشارع بملابس العيد الجديدة، بجلبيات حتى الصلاة، البلالين اللي كانت موجودة في كل حتة، الحلويات اللي كانوا بيوزعوها في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني كمان تاني أيام العيد دايما بيبقى ليها كده كمان نفس فكرة الأول يوم. يعني احنا عندنا كده في مصر يمكن مش بس ثلاث أيام العيد، لا احنا بنقول عليه رابع وخامس يوم العيد، احنا بنقضي الأجازة كلها في أعياد. الجو النهاردة ربيعي وحلو، الناس هتقدر ان هي تخرج وتتفسح، وعندنا أماكن كتيرة جدا في مصر للفسح، ومش بس في القاهرة، لا كمان في جميع المحافظات. هي فعلا بسنت الصورة امبارح كانت صورة مبدعة جدا، جميلة جدا، حالة الفرح. احنا شعب بيعرف يفرح ازاي، شعب بيهتم بالتفاصيل البسيطة جدا، زي ما بسنت قالت من أجمل اللحظات أو أجمل المشاهد اللي احنا كلنا تابعناها امبارح بعد صلاة العيد، الناس اللي بيوزعوا البلالين، بيوزعوا الحلويات للأطفال، وفي وشهم ابتسامة جميلة جدا، ابتسامة احنا محتاجينها. رغم كل الظروف احنا بنقدر نفرح، احنا بنقدر نخلي كده حالة العيد حالة جميلة جدا. شوارعنا، حوارينا، التفاصيل البسيطة جدا اللي موجودة في كل الأماكن في مصر في كل المحافظات، حالة البهجة المستمرة اللي هتكمل معانا تاني يوم إن شاء الله وتالت يوم ورابع يوم، يا رب كده يدمها علينا دايما ونحس ببعض. فكرة إن الإحساس بالآخرين دي حاجة مهمة جدا، عشان كده الناس اللي ملحقتش مبارح إنها تعيد على أصدقائها أو تعيد على جيرانها أو قرايبها والناس اللي بيحبوها، لسه في فرصة النهاردة. ممكن حضرتك أو حضرتك ترفعي سماعة التليفون تقولي كل سنة وانت طيب لحد من قرايبك، لحد من حبايبك. المكالمة المباشرة دي مهمة جدا، والرسالة اللي بالاسم دي مهمة جدا، بدل الرسائل اللي احنا بنشوفها بسنت كتير جدا اللي بنعملها فورورد كده وبتبقى من غير اسم. انت عارف الحكاية دي بجد، انا طبعا انا عمري ما رديت على الرسائل دي، بس السنة دي اول سنة أقدر حتى الرسائل دي. والله يعني ابتديت ان انا اقول محدش خلاص حتى بقى عنده الوقت انه حتى يعمل سيلكت اول ويبعت، يعني العمل مجهود حتى بانه يعمل ديزاين كده لكل سنه وانتم طيبين وابعتها لكل اللي عنده، ده كمان حتى يمكن كتر خيره. والله يعني انا دلوقتي معرفش، بقيت بقدر الحاجات دي اكتر واكتر، وبقيت بقدر فكره بقيت بفكر كمان فكره انه حد بيعيد علينا وقد ايه جميل فكره. يعني الحمد لله ان احنا لسه بيجي لنا الرسائل دي. يعني عارف ممكن مثلا كام سنه من دلوقتي ولادنا يقولوا ايه ده، حتى زمان كانوا بيعيدوا على بعض ده فاهم، يعني دلوقتي ما بقاش فيه. يمكن يا محمد اتكلمنا عن العيد والاجواء وكانت عامله ازاي، انا عايزه اسالك عن انت بقى في البيت عندك اجواء العيد كانت عامله ازاي امبارح. امبارح طبعا الحمد لله ابتدينا بصلاه العيد، وزي ما قلت لك وقلت للساده المشاهدين، المشهد اللي احنا شفناه قدام ابواب المساجد او تحديدا المكان اللي كنت بصلي فيه عجبني جدا. فكره الناس الكبار والناس اللي ماسكين حاجات كده فيها حلويات ويوزعوها للاطفال، حاله جميله جدا. طبعا بعد ما صلينا العيد يا بسنت، بعد رجعنا البيت تاني وابتدينا بقى الوجبه المقدسه بتاعت العيد. ايه بقى؟ الكحك والغريبه والبسكوت. موضوع كبير قوي بس اتغديتوا رنجه ولا لا؟ طبعا
اتغدينا رنجة برضو وبعد رنجة بقى كمية مية شرب مية مش عارف أنا يعني لازم أشرب كتير أنت بقى يومك كان عامل إزاي؟ أنا يومي الحمد لله كان لطيف قوي. العيلة طبعاً اتجمعتوا كلكم بالظبط بس الصبح كده يعني يمكن نزلنا وشوفنا الشمس في طقس كده عندنا كأننا بننتقم من نفسنا إحنا لازم نصحى الصبح في أول يوم عيد الفطر كلنا في مصر يعني ونشرب كده الشاي بلبن أيوة. الصبح بدري عشان نفتكر إن إحنا لما كنا في رمضان مش عارفين نعمل ده فنشرب الصبح بدري بالظبط ومع بقى البسكوت فعلا ويعني تاكل بقى الصبح كده بسكوت وتشرب شاي بلبن في الشمس وبعد كده اتجمعنا عند يعني عند بابا جوزي وبعد كده رحت عند اهلي وكلت في البيتين كلت في البيتين وحليت في البيتين فطبعا الموضوع صعب جدا عايزه اقول لك يعني الكحك والحاجات دي من الحاجات اللي طبعا دسمه جدا طبعاً وبتزود طبعاً. الوزن بطريقه كبيره يعني بالنسبه للناس اللي ما قدرتش تمسك نفسها وزودت في اكل الكحك انا عايزه اقول لكم ان احنا النهارده معانا زي روشته كده هنكتبها لكم في ازاي تقدروا تاكلوا الحلويات والكحك من غير زياده وزن مش عارفه ازاي ما اعرفش يعني هنحاول نشوف الوصفه دي بس انت يعني انا اول واحد في الفقره دي عايز اعرف الوصفه دي ماشيه ازاي ممكن اكل الحاجات دي ووزني ما يزيدش هل ممكن ده يحصل ما اعتقدش يعني من قلبي مش حاسس ان ممكن يحصل لكن ممكن خلينا نشوف ونتابع مع بعض النهارده الحلقه ونشوف ازاي نقدر ننقذ ما يمكن انقاذه كده من اللي حصل في رمضان ومن بعده اللي حصل امبارح والنهارده كده نلحق نمسك نفسنا لو فيها يعني مره تانية كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير ويا رب حياتنا كلها تبقى اعياد ونبقى مبسوطين بصبح عليكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر خلونا دلوقتي نصبح مع حضراتكم على زميلتنا لمياء حمدين ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس في القاهره والمحافظات ونقول لها كل سنه وانت طيبه يا لمياء كل سنه وانت طيبه يا لمياء وانت طيبه يا باسانت وانت طيب يا محمد وكل الناس طيبه يا رب ومنتظر على فكره الفقره بتاعه ازاي ما نتخنش واحنا بناكل كحك وبسكوت وبتيفور عشان امبارح كان يوم صعب قوي صعب ان احنا نعوض اللي حصل ده صح احنا كنا امبارح بنعمل شيفتات ترمس وحمص وكحك وبسكوت وشاي بلبن طبعا طول اليوم فانا مستنيه كمان الفقره دي بصبح عليكم كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وحضراتكم طيبين لكن خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس في ثاني ايام عيد الفطر المبارك النهارده الطقس هيكون مائل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري كمان في شبوره مائيه صباحا قد تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 28 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 32 درجة بس أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 19 درجة وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية برحب بحضراتكم مرة تانية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية وأجرى سيادته اتصال هاتفي امبارح مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وخلال الاتصال تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سألين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي مع كل من عبد اللطيف رشيد رئيس العراق والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح التهنئة بعيد الفطر المبارك مع عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البحرين حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات وأن يديم على الشعبين المصري والبحرين الشقيقين الأمن والاستقرار والرخاء امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع عبد اللطيف رشيد رئيس العراق وتبادل الرئيسان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنين أن يعيده الله عز وجل على البلدين والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء وأن يديم على شعبي مصر والعراق الشقيقين الأمان والازدهار والتقدم امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن وده للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته للأردن وشعبها بكل الخير والتقدم والازدهار، ومن جانبه ثمن الملك عبدالله الاتصال الكريم داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على البلدين وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات. المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك فيديو عن مشاركة القوات المسلحة لأسر الشهداء لاحتفال بعيد الفطر. مصر دايما فكراك، هنحافظ على وعودك مع أقرب مليك، ماشيين معاهم خطوة بخطوة، بنسمع منهم، بنفهمهم، قلوبنا معاهم. دول مش بس ولادك، دول ولاد كل مصر. وزي ما عودنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، بننتظر أي مناسبة نوصل بيها لكل أسرة بطل عشان نقدم لهم شيء بسيط يفضلوا فاكريننا بيه. هو الولد بقى كان حنية الدنيا كلها فيه، وذوقه المجدعة والرجولة، سبحان الله، زي ما يكون ابن جيش وابن موت، رجولة. فأنت فرحتي، وفي نفس الوقت أنت شرف ليا برضك وشرف للدولة كلها. سيادة الرئيس ده سبحان الله، والله 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 والله، وأنا صايمة، أنا بحبه حب هي من عند ربنا. والله أنا بشكر القوات المسلحة اللي بدعم من سيادتك يا رئيس، اللي ربنا يفديك ويهلك عدوينك ويبارك فيك ويعينك على المسؤولية اللي أنت شايلها. ربنا يطول عمرك ويرفع شأن مصر على إيدك يا رب. بنشكر القوات المسلحة على الدعم لكل أسر الشهداء، وربنا يحفظ مصر ويحفظ الرئيس السيسي. نشكره على الاهتمام بينا ونورتونا وتشرفتونا. كل سنة وانت طيب يا ست الرئيس، وبشكرك ان حضرتك ما نسيتنيش ليا. أنا بقول له أنت رحت في مكان أحسن، وأنا متأكدة أنا في خير بيه، أنا في احترام بيه، أنا في تقدير بيه، أنا الدنيا كلها بتحترمني بيه. وبتمنى من ربنا برضو أن أشوف عوضك في عدي، وربنا يصبرني على اللي أنا فيه. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعم المتواصل لينا وعلى تكريمه، وبشكره جداً جداً إن دايماً فاكرنا ومش نسينا ولا نسي أبنائنا. شكراً سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هقول للرئيس ربنا يبارك فيك ويعينك على اللي انت فيه، ما الشعب مصر كله معاك، احنا من غير الجيش بتاعنا ولا حاجه، فهم ربنا يحميهم ويسترها معاهم. هم دول ظهرنا بمعنى الاصح، هم دول رجالتنا. السيد الرئيس طبعا بكل فخر، يعني هو المحرك الاساسي لكل الوطن، وان شاء الله يعني ربنا يوفقه في اللي جاي ويجعله ان شاء الله يعني زخرا للوطن. وانا عندي استعداد يعني اقدم نفسي اولا قبل قوات الشهيد فدا الوطن. الوطن ده شيء كبير وحاجه يعني غاليه علينا جدا.
السلام عليكم. وانت كمان. وكان كويس انسان محترم، كان يعني الحمد لله ادب الدنيا وعمره ما زعلني. هو ما شافش بنته ديت اللي هو 5 ايام بس، وحتى هو خارج راح موت على دماغها وبايظ، قال لها يا ترى لو شاش دي هتتقابل تاني؟ لو ما اتقابلناش انت الدكتوره ملك محمود. بنشكرك يا ريس، كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا. وبشكر القوات المسلحه برضو على طول بيجونا وبيسالوا علينا، الناس محترمه والله بيعملوا احسن منك. كان نفسي اشوف بابا بس ما شفتوش. كل سنه وانت طيب يا ريس، بشكرك انك فاكرنا كل عيد. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو فاكرنا ومش بينسانا في اي مناسبه، حتى اول يوم مدرسه دايما بيبقى مع يعني بيبعت لنا ناس مع هبه. طبعا شرف ليا ولبنتي ولينا كلنا، سعداء جدا بوجودكم معانا. وحشتني قوي يا بابا. انا بشكرك يا سعاده الرئيس الهديه اللي انت جبتها لنا النهارده. اسم احمد يشرف اي مكان، يعني حقيقي احنا دايما بنفتخر بيه، وهو دايما بقول ويبقى الاثر، يعني احنا عايشين على ده. حابه اشكر سياده الرئيس، هو حقيقي احنا يعني مهتم باسر الشهداء ومهتم بالاطفال جدا جدا، ودي حاجه بتفرق معانا وبتفرق في نفسيه الاطفال قوي، هتبقى في ذاكره الاطفال حتى لما يكبروا. يعني انا دايما بقعد اقول لبيرلا يعني بصي سياده الرئيس، شوفي الاطفال، شوفي اولاد الشهداء بيتصوروا معاه، شوفي هو بيحبكوا ازاي. فاعتقد ان دي بتبقى ذكرى كويسه جدا للولاد لما يكبروا ويفتخروا بيها. يعني فخوره بابي عشان بيحارب كل الاشرار. بحبك يا سيسي، نفسي يجي هنا ويلعب معايا. ولو بطل الحكايه غاب، في مليون بطل بيتولد هيبنوا لمصر صرح الامان. فتحيه وجبه لكل وطني عايش بيفدي بروح وطني، ومصر هتفضل شايله جميل ولادها، لان مصر ما بتنسى الشهيد. مصر ما بتنسى الشهيد. رحم الله شهداءنا الأبطال. خلونا دلوقتي نروح لأخبار المحافظات. ففي محافظة البحيرة التحالف الوطني شارك الأهالي احتفلتهم بعيد الفطر، وفي المنوفية تم توزيع بنات أغذية مجانية على عمال النظافة بمناسبة العيد. كمان في البحر الأحمر تم استخدام أو تقديم الشباب المتطوعين في حياة كريمة، وزعوا هدايا للأهالي والأطفال. وفي اسكندرية تم تدشين غرفة عمليات لمتابعة توافر الخبز والمواد الغذائية خلال أيام العيد. تفاصيل أكتر في هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحيرة شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أهالي المحافظة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك بالشوارع والميادين المختلفة، وقام أعضاء التحالف الوطني بتوزيع الهدايا على الأطفال وأيضاً توزيع الكعك والبسكويت على المواطنين احتفالاً بعيد الفطر. في سوهاج تم وضع إكليل من الزهور على نصب التذكاري للشهداء أمام الديوان العام في إطار الاحتفال بالعيد القومي 225 لمحافظة سوهاج اللي بيوافق 10 من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذج فريد في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية اللي هجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799. في المنوفية شهدت المحافظة توزيع بنات مواد غذائية مجانية وكحك العيد على عمال النظافة ومشاركتهم فرحتهم بعيد الفطر وإدخال البهجة والسرور لقلوبهم نظراً لدورهم الحيوي في النهوض بقطاع تحسين البيئة وإظهار الرونق الحضاري والجمالي وتكثيف جهود النظافة خلال أيام عيد الفطر المبارك. في البحر الأحمر شارك متطوعي حياة كريمة الأهالي بعدد من المدن احتفالات عيد الفطر المبارك من خلال توزيع بعض الهدايا التذكارية على المواطنين والأطفال بالساحات والمتنزهات العامة. في الإسكندرية أعلنت مديرية التموين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أعمال المخابز والأسواق أول أيام عيد الفطر المبارك، بجانب متابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية لتوفير الخبز البلدي المدعم خلال أجازة العيد.
فأسيوط شهدت مراكز الشباب إقبال كبير من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب اللي أطلقها للعام الثالث على التوالي بعد أن لاقت النجاح الكبير في الأعوام السابقة. في كفر الشيخ شهدت المحافظة توزيع الحلوى والورود على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعد نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فأعلنت إدارة مسرح ساقية الصاوي للعرايس عن تقديم حفلين متتاليين لأم كلثوم تاني أيام العيد، وده في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرايس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال، وده بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون اللي بيجذب الكبار قبل الصغار. النهاردة يستقبل المسرح القومي جمهور العرض المسرحي رصاصة في القلب اللي بيتزامن مع تاني أيام عيد الفطر في 9 مساءً والمأخوذ عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم. العرض بتدور أحداثه حول شخصية نجيب اللي بيعيش الحياة غير مكترث بأي شيء وظروفه قاسية ليطرق كيوبيد باب قلبه ويقع في حب إحدى الفتيات الجميلات، لكنه يكتشف إنها خطيبة صديقه وبيكتم سره في قلبه. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار مؤجلات الجولة 8 من عمر المسابقة، هيلتقي المصري مع فيوتشر الساعة 4، وفي 7 مساءً هيلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري، في نفس التوقيت هيلتقي الأهلي مع زد. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافي على السواحل الشمالية، وحر على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون مائل البرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر دلوقتي عن الجو من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك طيبة. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة مشاهدين، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير يا رب. وحضرتك طيبة، طمنينا بقى عن حالة الجو النهاردة وممكن نتعرض بقى لتغيرات جوية لحد فين؟ هو طبعا الحمد لله من النهاردة هيكون في مزيد من التحسن في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، هيكون كمان في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير خلال فترة النهار، مع بداية ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ارتفاع ده بمعدل من درجتين لثلاث درجات عن الأيام الماضية، ومتوقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون خلال فترة النهار، تحديدا في فترة الظهيرة 28 درجة مئوية، فده هيخلينا نحس بالاستقرار والأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، أجواء نقدر نوصفها دافية كمان في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. أجواء حرة على المحافظات الموجودة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، وأغلب مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا الكتل الهوائية الصحراوية، فده اللي بيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة. لكن العكس تماما هيحصل فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس، بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، هنلاقي الأجواء مائلة للبرودة فترات الليل وخاصة ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر، خاصة كمان في المدن الجديدة الأماكن المفتوحة المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبرودة، فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز العشر درجات، فلازم ناخد بالنا بلاش ننخدع بالدفء فترة النهار بشكل كبير لأن فترات الليل فيها برودة. كمان اليوم خلال فترة الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصفحات المائية، كانت كثيفة في بعض الأماكن ويعني أثرت على الرؤية الأفقية بشكل كبير، لكن هي سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا ساعة كمان الشبورة المائية تتلاشى تماما من على أغلب الطرق والرؤية الأفقية تحسن بشكل كبير. الاستقرار في الأحوال الجوية ده مكمل معانا كمان لحد منتصف الأسبوع اللي جاي، يعني لحد منتصف الأسبوع اللي جاي هنستمر قيم درجات حرارة ما بين 28 ل 30 درجة مئوية عظمى على القاهرة الكبرى، فالطقس هيفضل فيه ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة فترة النهار، هيكون استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، الشبورة المائية خلال الأيام اللي جاية لازم ناخد بالنا منها لأن الشبورة المائية الأيام اللي جاية كمان كثافتها هتزيد، فهتأثر على الرؤية الأفقية على طرق فترة الصباح الباكر، وكمان خلال الأيام اللي جاية هيكون في نشاط نسبي للرياح
فترات المساء وساعات الليل في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، يساعد ان احنا نحس بالبرودة ويساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة. طب الرياح دي مثيرة للرمال والأتربة؟ لا الحمد لله غير محملة بأي أتربة ورمال مثارة، هي فقط بس هي اللي هتحسسنا بتلطيف الأجواء وانخفاض قيم درجات الحرارة في فترات الليل وساعات المساء. فعشان كده احنا مهم جدا بننصح كل السادة المواطنين الفترة دي بلاش الملابس الصيفية بشكل كامل، خلينا في الملابس الخريفية خاصة لو بنخرج فترة الليل أو فترات الصباح الباكر. ومهم كمان مع وجود الشبورة المائية ناخد بالنا، قيادة تكون بالزقتام، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، وطبعا نتابع كافة تعليمات المرور. وطبعا احنا في الربيع فمهم جدا المتابعة اليومية والمستمرة للنشرات الجوية حتى لو في استفراغ في الأحوال. طيب طمنينا عن حركة الملاحة البحرية والرطوبة نسبتها قد ايه النهارده؟ طبعا الاول حركه الملاحه البحريه هو اليوم تحديدا في اعتدال في سرعات رياح في معظم محافظات الجمهوريه وايضا على البحر الاحمر والبحر المتوسط، فبالتالي ارتفاعات الامواج معتدله تماما، البحرين مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، البحر المتوسط ارتفاع امواج بين 1 إلى 1.5 متر فبالتالي مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه وكمان اعمال التنزه، ايضا البحر الاحمر معتدل تماما ارتفاع امواج ما بين 1.5 إلى 2 متر. بالنسبه للرطوبه، نسب الرطوبه دايما في فصل الربيع ما بتكونش عاليه بالشكل الكبير فتره النهار او حتى كمان فترات الليل، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا معظمها صحراوي، فانخفاض نسب الرطوبه ده اللي ما بيخليناش نحس بالارتفاعات في قيم درجات الحراره زي فصل الصيف. بشكرك فنية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 28 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 28-16، اسكندرية 23-16، والعلمين الجديدة 23-15، مطروح 22-15، ودمياط 23-16، بورسعيد 23-16، والإسماعيلية 28-15. نروح لإسويس العظمى فيها 28 والصغرى 16، العريش 24-16، كاترين 19-10، وطابة 24-16، حلايب 27-23، وشلاتين 30-21، شرم الشيخ 30-20، والغردقة 29-19. الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 15، بني سويف 28-15، الوادي الجديد 30-16، وأسيوط 29-15، سوهاج 30-17، وقنا 30-18، الأقصر 31-18، وأخيرا أسوان العظمى فيها 23 والصغرى 19. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لباسنت محمد نكمل معاهم فقرتنا. شكرا ليك يا لميال. يعني زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة أن كلنا تقريبا أكلنا 20,000 كالوري من أول العيد لغاية دلوقتي، فناس كتيرة بتاكل كحك وبتيفور وبيتغدوا رنجة وأسماك مملحة، وده طبعا بيكون سبب كبير في زيادة الوزن غير الزيادة اللي زدناها بالفعل في رمضان. إزاي ناكل في العيد من غير ما نتخن؟ سامحني يا رب على السؤال ده، يعني سؤال طبعا مش منطقي وصعب جدا، وسؤال وجودي كل عيد بنسأله لنفسنا. ايه الطريقه الصحيحه لاكل الكحك والرنجه والاكلات الجميله اللي في العيد؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم من دكتور مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه. صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيبه يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. يا صباح الفل محمد وفتنت وحشتوني وانتي قوي كده معانا، كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه. ان شاء الله نعوضها باذن الله بعد العيد. السؤال منطقي يا دكتور، هل ممكن ناكل بسكوت وكحك من غير ما نزيد في الوزن؟ بصراحه احنا ممكن ناكل كل حاجه من غير ما نزيد في الوزن. هي الفكره بس المعادله البسيطه بتبقى تملي في الكميات وفي تنظيم الوجبات في اليوم. احنا عندنا بنستهلك الاكل بكميات كبيره، وده اللي بيتخنى في رمضان او في العيد او في الفطيخ ورنجه او في الصيف او في كل الحاجات دي. الاعتدال هو بيبقى الحل. هاكل امتى؟ هاكل قد ايه؟ هاكل ازاي؟ الحاجات دي بتفرق جدا. مش هنقول للناس بقى كله كحك دايت وما تحطوش سكر والكلام اللي في اصلا حاجه اسمها كحك دايت يا دكتور؟ في الصراحه في كحك بسعرات اقل وبمكونات صحيه اكتر، زي دي الشوفان، زي دي اللوز، من غير سكر بيبقى بسكر ستيفيا، ففي حاجات فعلا بتبقى سعراتها اقل وصحيه اكتر، مش كميه الدقيق والسكر الابيض. طبعا احنا بنحب الحاجات التقليديه البسيطه اللي متعودين عليها اللي من زمان، والبيتيفور والغريبه الطبيعيه اللي بالسمنة وكده، مش مشكله خالص على فكره. طب خليني اسالك السؤال بالعكس، ايه اللي سعراته الحراريه اعلى؟ يعني هل هو الكحك، البسكوت، الغريبه، البيتيفور، ايه هو؟
الكحك طبعا متصدر القائمة. اوكي بعد كده بيجي بعده ايه؟ بعد كده بيجي بعده البيتي فور وبعدين الغريبة واقل حاجة البسكوت اللي بنحبه كلنا في الشاي بلبن. الحمد لله. بس حضرتك صلحت بس فكرته انه بيتاكل منه كتير. صح. بس صلحت لنا معلومة ان انا فاكر مثلا ان الغريبة دي هي اكتر حاجة فيها سعرات اكتر من الكحك نفسه. لا 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 الغريباية عشان حجمها بيبقى معقول بيبقى 150 سعر. الكحكة في حدود 200 سعر طبعا تعتمد حجمها قد ايه معمولة ازاي ومحشية ايه كمان. لان لما بتبقى محشية مثلا مكسرات سعراتها بتزيد. الكحكة الواحدة 200 سعر. الكحكة اللي هي العادية الكبيرة بتاعتنا مش اللي طالعة موضة الصغيرة من الكحك الطبيعي. الكحك اللي احنا متربيين عليه بتاع زمان ده. بالظبط كده في حوالي 200 سعر. طب عايز اسألك يا دكتور دلوقتي هل صح ان انا اول ما اصحى من النوم في العيد افطر على طول كحك وبسكوت وغريبه ولا لازم افطر اي حاجه خفيفه وبعدين ابتدي اكل الاكلات الجميله دي بتاعه العيد؟ والله يا محمد ده سؤال تحفه لان هي دي تملي بنقول الوقت والكميه. زي ما كنا بنقول في رمضان وبنقول في العيد وبنقول بصفه عامه بدايه الاكل على معده فاضيه بسكريات او نشويات كتير القصه بيبقى سهل جدا وبتعلي الانسولين في الدم جدا فبتساعد على تخزين الدهون اكتر وبتدوع طول اليوم. فهي اهم حاجه ان احنا ناكله مش حكايه بعد فطار خفيف صح زي ما حضرتك قلت فطار خفيف وفطار غني بالحاجات اللي تمنع السكر في الدم يرتفع بسرعه زي البروتين وزي الخضروات يعني صح. مثلا لو كنا حته جبنه مع شويه طماطم وخيار مع بيضتين مسلوقين وكلنا بعديها منها ان انا مش هاكل كميه كبيره لان معدتي بقت مليانه ومنها اني هغلب شويه كميه السكر اللي موجوده فهتمنع ان السكر بتاعي يبقى عالي جدا فتطلع انسولين كتير هي دي الفكره بس. طيب احنا تملي بننصح ان احنا ناكل الحاجات زي الكحك وكده بعد الوجبات طبعا نتجنب بالليل يعني بعد العشاء وتبقى كميته معقوله وانا طول ما انا شبعانه إن لو فكروا كده لو كلت كحك بعد الغداء زي ما انا اكلت اول ما اصحى لا 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 طبعا مختلف اكيد اللي شكله حلو ده اكيد لا يعني يبقى شبعان شويه. طيب خليني اسالك سؤال تاني وهو موجود يعني للاسف في ناس بتفطر كشري يعني مش عارفه ازاي بس في ناس بتفطر كشري هل ده كمان يعني مش يعني هو اكيد بيزود الوزن بس يعني مش عارفه اقول لك ايه نقول لهم ايه يعني. طيب انا هقول لك هو الكشري بالنسبه لي عباره عن حاجتين نشويات بيضه من المكرونه والرز وعدس. العدس بالنسبه لي فطار هايل على فكره زي الفول بالظبط نشويات معقده بروتين نباتي بيشبع جدا لان في كميه الياف عاليه. هي الفكره بقى في الايه؟ في كميه المكرونه والرز اللي الناس بتعمل كتير الكشري عباره عن عدس قليل مكرونه ورز كتير. تاني حاجه التقليه بقى اللي محطوطه صحيح. وبعدين الثوم برضو الصبح على معده فاضيه بيتعب جدا في الهضم. هو انا ليا اصلا كام سعره حراريه يا دكتور في اليوم كله؟ والله وعلى حسب الوزن بس احنا بنقول المتوسط بتاع الشخص الطبيعي 70 كيلو مثلا على شويه اكتر حوالي 2000 سعر حراري عشان نبقى لا بنتخن ولا بنخس، اللي بيخس بنقلل له 500 واللي عايز يزيد بنزود له 500، لكن هو الافريج حوالي 2000 سعر حراري. طب دكتور لو سيبنا بقى الكحك والغريبه والبسكوت ورحنا بقى للرنجه، دايما متعودين احنا كمصريين بعد شهر رمضان الاكله اول يوم العيد بتبقى رنجه وفسيخ والاكلات اللطيفه اللي احنا يعني بنكون محرومين منها طوال شهر رمضان الكريم. التعامل الصحيح مع الرنجه والفسيخ ازاي؟ طيب خلينا ده برضو موضوع مهم جدا، خلينا نقول نمره واحد الاعتدال. نمره اثنين ودي مهمه جدا المصدر اللي بشتري منه بالذات الفسيخ. طب ان احنا عارفين الفسيخ طبعا بيعمل مشاكل كتير وبيبقى فيه زي لو في تسمم التسمم منه بيبقى شويه يعني قوي. نوع البكتيريا البوتوليزم اللي فيه بيبقى فعلا يعني قويه جدا ممكن تؤدي للوفاه. فالمصدر اللي بشتري منه مهم جدا. تخزينه كمان مهم يعني بنقول الفسيخ بالذات عشان نضمن سلامته ممكن نحطه في الفريزر 48 ساعه بيقضي على اي ميكروب موجود. نقع الحاجه في خل وليمون كويس جدا ممكن نقعها كمان قبلها بيوم. خل وليمون وبعدين نرميه وبعدين نبتدي نحط زيت وخل وليمون تاني. طريقه شوي الرنجه مهمه جدا كمان. كنت لسه عايزه اسالك يعني احسن ان احنا اصلا نشويها ولا ناكلها من غير ما نحطها على النار؟ والله دلوقتي في نوعين في الاسواق، في السمكه اللي هي اللي على بعضها دي اللي بنضطر نشويها عشان نطلع الجلد، طبعا ناخد بالنا ان الجلد بتاع الرنج يبقى ناعم،
يبقى لونها فريش من جوه، لونها البني الاحمر الفاتح، ما يبقاش لونها غامق، ما يبقاش في ريحه نفاذه في الفتيله او في الرنجه، لان ده دليل ان هي مش طازه او انها متخزنه غلط. دي حاجات مهمه جدا ناخد بالنا منها. الرنجه ممكن بقى تتعمل بفويل وتتحط في الفرن على فكره. دي بتمنع ان يطلع، ما بحطها دايركت على النار. طب هي كده مش بتخسر الاوميجا 3 منها؟ لا مش بتخسر الاوميجا 3، الاوميجا 3 نوع من انواع الدهون المصحيه اللي موجوده، ما بتخسروش، بس هي البروتين بنعرضه لدرجه حراره عاليه، سواء لحمه على فكره او رنجه، بتطلع مواد اسمها هيترو سايكليك امينز، دي حاجات زي السموم بتطلع في الجسم. بس في دكتور، في دكتور ناس في ناس بيقولها دكتور ان لما بشوي الرنجه ده بيزود ملوحتها، ده غلط طبعا للناس المصابين مثلا بارتفاع ضغط الدم. هل المعلومه دي صحيحه علميا، ان شوي الرنجه او شوي الاسماك المملحه والمجففه ده بيزود من درجه الملوحه الخاصه بيها؟ لا، هي جواها كده كده كميه الملح، هي بتظهرها اكتر بس في الطعم، لكن كميه الملح مش هتزيد لو انا ما ضفتش ملح. وزي ما حضرتك قلت، امراض الكلى والقلب والضغط والحوامل والمرضعات ممنوعين اصلا ان هم ياكلوا الاثنين بالظبط خالص، سواء الفتيت او الرنجة. حتى لو كميات قليله مثلا، يعني ممكن الرنجة تتاكل بكميات قليله، الفسيخ ممنوع خالص خالص على فكره يعني. طيب على فكره برضه عشان اطمن الناس، عشان مش كل حاجه ممنوعه غلط، الفسيخ والرنجه مفيدين جدا، عاليين جدا بالبروتين، عاليين جدا بالاوميجا 3 زي ما الفنت قالت، فما بناكلهم بكميات معتدله من غير ما ندي كميه ملوحه كبيره، ومحضرينهم صح، لعينهم مظبوط، فمعين ان يبقى في اي تلوث، هم مفيدين زي السمك. تمام. ومليانين فوسفور، مليانين ايدين، فهم مفيدين جدا كمان لو كلناهم بكميات معقوله متحضرين بطريقه صحيحه. طب بسرعه جدا جدا اعمل ايه عشان الحق نفسي لو انا النهارده يعني خلاص العيد بقى امبارح اكلت بقى كحك كتير ورنجه كتير، اعمل ايه النهارده عشان الحق نفسي او ما تبقى من العيد؟ طيب ده سؤال مهم جدا. انا تمني بقول عندنا اجازه حلوه قوي قوي في العيد، نبتدي نعمل رياضه. الناس بتخاف من كلمه رياضه، رياضه يعني مشي بس، انا مش عايزه جيم، مش عايزه ارفع حديد، نمشي كل يوم من نص ساعه لساعه. اللي مش قادر ينزل يتحرك في البيت بس يعمل وقت، مش يتحرك يروح يجيب طبق عشان يحط فيه كحك، يتحرك يعمل حركه مستمره لمده 30 دقيقه على الاقل. نشرب ميه كويس قوي يا جماعه، طالعين من رمضان اغلب الناس ما كانوش لاحقين يشربوا ميه، بيناموا بدري، الجو ما كانش حر قوي، الميه مهمه جدا جدا جدا. تقليل شويه بقى، يعني انا بشوف خلاص كلنا كحك وكلنا رنجه وكلنا في رمضان حلويات كثيره جدا، ممكن خلاص اللي عنده كحك بقى يوزعه، كفايه كحك وبسكوت والحاجات دي. يعني لا، ممكن ندي اكسبشن النهارده، لسه تاني يوم العيد، فممكن ندي اكسبشن النهارده بالكميات والنصائح اللي قلنا عليها، ونبتدي نقلل شويه. اللي عايز ينزل بقى في الوزن يبتدي يقسم وجبته، ثلاث وجبات في اليوم بس، نبتدي نقلل النشويات للنص، اللي كان بياكل رغيف ياكل نص، كان بياكل طبق رز مثلا يقسمه بالنص، ونتعشى من غير نسويات خالص. هنكمل كام يوم دول كمان يا رب يا رب حياتنا العاديه. ما ينفعش نمد الاكسبشن ده لثالث ورابع يوم العيد ولا كفايه بس النهارده؟ يعني هو هيمد معانا اليوم الاثنين، فخليك نشكرك يا دكتور مروه، كل سنه وانت طيبه، بنتمنى لك اجازه سعيده ومبسوطين بمداخلتك. كل شكر ليك دكتوره مروه نوح، استشاري التغذيه العلاجيه. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم وآخر الأنباء، موجز الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة مع لمياء حمدين، اتفضل يا لمياء. شكرا لك محمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الرئيس السيسي أنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الزهراء وأحياء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك محيط منطقة أبراج حمد السكنية غرب خان يونس.
أكد الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بني جانس أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح. وقال جانس خلال مؤتمر صحفي في مستوطنة سيدرودا بغلاف غزة إن الجيش سيعود إلى مدينة خان يونس وسط القطاع، مشيرا إلى أن القتال مستمر في القطاع بدرجات تختلف وفقا للضرورة والاحتياج. قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين إن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور إسرائيل اليوم للتنسيق بشأن هجوم إيراني محتمل. وأوضح أكسيوس عن المسؤولين الإسرائيليين أن واشنطن تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل. وأشار أكسيوس إلى أن واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستتعاون مع إسرائيل حال شنت إيران أي هجوم على تل أبيب. وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكين وجالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع المحتجزين من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال جيش الاحتلال إنه تم قصف مبنى عسكري لحزب الله في عيتا الشعب أثناء وجود عناصر من الحزب داخله، مشيرا إلى أنه قصف أيضا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام والناقورة بالجنوب. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية موقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في جنود الاحتلال. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تعاملت بنجاح مع 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر. وأضاف بيان للقيادة المركزية الأمريكية إنه تم تدمير 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بشكل عاجل. وأكد مودي أن السلام على الحدود ضرورية حتى تكون العلاقات مع الصين طبيعية، مضيفا أن الهند ملتزمة بحماية سيادتها وكرامتها. وتوترت العلاقات بين الهند والصين اللتين تتشاركان أو تشتركان في حدود جبلية ممتدة منذ أن اشتبكت قوات البلدين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما أودى بحياة 24 عسكريا في 2020. مشاهدينا، انتهى موجز 8 ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية وتاني أيام العيد. صباح الخير يا مصر. إخواتنا وأهلنا المصريين اللي في الخارج بيكونوا بره البلد، لكن دايما روحهم جوه البلد، دايما متمسكين بإحياء العادات المصرية الجميلة وفي مقدمتها طبعا احتفالات العيد. دايما بينظموا فعاليات وتجمعات علشان يحتفلوا مع بعض بأجواء عيد الفطر المبارك. يمكن الجميل في السوشيال ميديا إن هي بتورينا كده في جميع أنحاء العالم إيه اللي بيحصل، ويمكن شفنا احتفالات فعلا المصريين المقيمين بالخارج وتمسكهم بالعادات الدينية سواء في شهر رمضان او يمكن امبارح في العيد، ازاي هم متمسكين جدا بعاداتهم المصريه والدينيه. لكن خلونا نشوف بالذات بقى في ايطاليا كان ايه اللي بيحصل. معانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور ابراهيم يونس، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ايطاليا. صباح الخير على حضرتك، بونجورنو نقول لك. صباح الخير يا فندم، بونجورنو طبعا. صباح الخير على حضرتك وعلى كل المصريين والعالم كله. كل سنه وحضرتك طيب. يعني عايزين تعيشنا كده معاك اجواء العيد اللي عشتوها خلال الاحتفالات في إيطاليا، كانت عاملة إزاي؟
والله طبعا اجواء العيد بتكون دايما جميله وكلنا بننتظرها، اذا كان عيد الفطر المبارك او حتى عيد الاضحى، لان طبعا انت عارف حضرتك قبل كل عيد بيكون فيه مناسبات جميله. يعني عيد الفطر بنعيش مثلا شهر رمضان بالكامل ما بين يعني المساجد والادعيه والتراويح، وطبعا بنحاول نحافظ على قيمنا وعاداتنا وثقافتنا المصريه ونرتبط طبعا بجميع المناسبات الدينيه وحتى المناسبات طبعا السياسيه. وبنجمع طبعا بعضنا، والمصريين كلهم بيكونوا متجمعين في اماكن معينه في كل مدينه. طبعا ايطاليا تعتبر يعني من اكبر تجمعات المصريين على مستوى اوروبا، يعني يوجد فيها تقريبا 630 الف مصري. فطبعا من روما لميلانو لتورينو لبولونيا، دي المدن الكبيره اللي فيها تجمعات مصريه، وطبعا بتحظى بالبهجه والسعاده والسرور اللي بيتميز به المصريين. طبعا حضرتك عارفه ما بين مظاهر اللبس المختلفه، لبس العيد والمأكولات والمشروبات والحاجات دي كلها ولقاءات المصريين، طبعا يوم العيد بيكون يعني له يعني صحيح. طابع خاص، طابع يعني العيد ده فيها يعني مشاعر طيبه ما بين المشاعر المقدسه وما بين الفرح بقى كده المسلمين ولقاءاتهم مع بعضها، وما بين طبعا ان احنا بنكون طبعا بعاد عن بعض في بعض الاحياء، يعني احياء مختلفه او مدن مختلفه، ولكن بنلتقي جميعا، بنلتقي على طبعا يعني هذه الطقوس العظيمه جميل. اللي بتربطنا كلها وكلنا مع بعض جميل. فيها بعدها طبعا بيحصل فيه رحلات حتى بعد الاحتفالات بالعيد، يعني بعد التجمعات الجميله دي بنعمل بعض الرحلات في المدن القريبه او المعالم الايطاليه الموجوده حوالينا. جميل. طبعا حضرتك عارفه ان العالم كله فيه يعني مسلمين من مختلف الجنسيات، ففي الاثناء دي بنشوف مظاهر جميله جدا، مظاهر حتى اللبس نفسه، طقوس الاحتفالات بين الناس، لقاءات الناس حتى وكلامهم واللغه، بنسمع ونشوف ونرى وناكل كل ما هو مختلف، يعني حاجات جميله جدا وحاجات عظيمه جدا. هي المظاهر كلها للبهجه، وبعدين دكتور ابراهيم دايما المصري في اي مكان قادر انه يخلق جو من البهجه، والبهجه اللي بتميز المصريين دايما. عايز اسال حضرتك بقى من واقع بقى رئاستك للجاليه المصريه في ايطاليا وفعاليات كتيره بتنظموها احتفالا بعيد الفطر المبارك، الايطاليين شايفيننا ازاي؟ ازاي شايفين اجواء جميله بتعكس روح مصريه وبتعكس روح الدين السامحه كمان بالاحتفال بالعيد الفطر؟ احنا في عيون الايطاليين ازاي؟ تمام. وطبعا حضرتك عارف ان فيه يعني موده خاصه ما بين المصريين وما بين الايطاليين عبر الاف السنين لحد النهارده. التلاقي ده، تلاقي المشاعر الجميله، المشاعر الطيبه، خفه الروح، خفه الدم ما بين الجاليه المصريه، اعتقد ان حتى تكون في كل اوروبا، والجاليه يعني اصحاب البلد زي مثلا ايطاليا، يعني علاقات طيبه جدا بتجمعنا حاجات كثيره، بتجمعنا العلاقه المصريه الايطاليه الحميمه القويه عبر الاف السنين لحد النهارده، بتجمعنا حتى القرب، المسافة تعتبر هي جنوب البحر المتوسط واحنا شمال البحر المتوسط، يربطنا فقط لا غير البحر اللي هو طبعا اللي يعتبر بالنسبة لهم البوابة الرئيسية. يعني إيطاليا فعلا بتعتبر بوابة رئيسية لدخول كل أوروبا. احنا طبعا بالنسبة لنا فيها يعني روح طيبة مع الإيطاليين نفسهم، مشاعر جميلة جدا. احنا طبعا يعني بالنسبة لهم بنعتبر مصدر العماله، مصدر الـ حتى يعني الرقي في الثقافه بتاعتنا، لما نعمل احتفاليات، لما نعمل اي مناسبات طيبه زي مثلا حتى افطار شهر رمضان صحيح. لازم يفطروا معانا، بننظم دائما في كل المدن الايطاليه بننظم احتفاليات مشتركه ما بين المسلمين وما بين الايطاليين. يعني عندنا مثلا بنعمل موائد جميلة جدا بيزينها حضور الإيطاليين، وبنحاول نشرح لهم ايه اللي احنا بنعمله. ايه بقى اللي على الموائد دي يا فندم؟ يعني اكلتوا انتوا ايه بقى في اول يوم العيد؟ يا سلام اخبار يعني الكحك عندكم ايه؟ ده كل يعني المواهب اللي عند السيدة المصرية بتخرج في هذا الشهر، ما بين المأكولات الجميلة، ما بين المحاشي واللحوم والخضروات والاكل اللي احنا طبعا بنعمله في مصر كله، بينقل في هذا الشهر كله بكامله الى الموائد المصريه. لا يعني اكلتوا امبارح مثلا رنجه وفسيخ ولا لا؟
هو موضوع الرنجه والفسيخ بس صعب علينا شويه، لان دول طبعا انت عارف حضرتك بييجوا بيتاكلوا على طول يعني. ايوه ما بنخزنهمش، لكن صدقيني موضوع الخرفان او حكايه حتى الكفته والكباب والمشويات دي وكل المحاشي بتعمل هنا في ايطاليا. وبعدين يعني الايطاليين يعني الحمد لله القت نجاح كبير جدا في الاسر الايطاليه. احنا لما بنعمل مثلا المائده بنعملها في الشارع، يعني بيكون امام مسجد او بتكون امام مؤسسه او جمعيه بيحضرها مثلا ممكن نقول 200 300 مواطن. شفت حضرتك لما نعمل كل يوم في رمضان مائده مختلفه في مدينه مختلفه من مدن ايطاليا، يعني كده بنعرفهم يعني بطبيعه الحال بثقافتنا وعاداتنا. كنت لسه عايزه اقول لحضرتك انه النهارده مع كل المجهود الكبير اللي بعض من الغرب حاول يعمله من افلام وحكاوي عن خليني اقول نشر الاسلاموفوبيا ونشر الخوف من العرب، انتوا السفراء يعني انتوا النهارده بتنشروا الثقافه الحقيقيه والكرم الحقيقي للعرب والمسلمين في بلاد الغرب. العادات الجميله اللي انتوا بتعملوها دي اجمل نوع من انواع الاثبات خليني اقول لكرم طبعاً العرب وكرم طبعاً المصريين على وجه التحديد طبعا الموجودين في جميع انحاء مش بس اوروبا او ايطاليا، لا العالم كله. احنا النهارده بنشوف كتير من الغرب بيعيدوا تفكير في اللي يمكن تم تلقينهم على مدى السنين اللي فاتت دي كلها، بيعيدوا التفكير في اللي هم عرفوه عن العرب والمسلمين، فانتوا السبب اكيد. صحيح. والله يا فندم انت يا استاذ بخانت انت جبت يعني 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 موضوع هام جدا. احنا فعلا كمسلمين في انحاء العالم وخاصة يعني الجالية المصرية أثبتنا فعلا وجودنا بنفسنا. أنت عارف حضرتك أن الدين المعاملة، إحنا تعاملنا الكويس ألقى يعني ترحاب كبير جدا من الإيطاليين، وبدأوا طبعا مش من دلوقتي، من سنوات قليلة فاتت يعني ممكن من ست سبع سنوات يتعرفوا على الدين الإسلامي ويتعرفوا حتى أن إحنا المسلمين. المسلم ما بيدخل المسجد يبقى مسلم يعني بيحاول يرتبط بربنا وعاداته وتقاليده وبروحه الطيبة، بيحاول يكون إنسان مخلص البلد اللي عايش فيها، بيحاول يعني يكون إنسان إيجابي في المدينة أو في الدولة اللي هو موجود فيها. فهم نفسهم لما طبعا حتى لما يعني تعرف اللي بيجمعنا اكتر مع بعض هو الاكل، هي المائده، هي الثقافه، هي الندوات. صحيح. الحاجات دي كلها احنا بنعملها على 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 مدار السنه كلها، ولكن بالاخص في 30 يوم بتوع شهر رمضان وحتى قبل الحج يعني بايام بنحاول نعمل برضه ندوات تثقيفيه للعرب وللايطاليين نفسهم، يعني كلهم عندهم حب استطلاع يعرفوا ايه هو الدين الاسلامي. صحيح. كل سنه يعني وانتم طيبين صحيح. اللي خرجت بعد كده عدائيه للاسلام دي حببت الناس كلها في الاسلام وقربتهم مننا. وده دور جميل جدا دكتور ابراهيم، حضرتك لمست نقطه مهمه جدا، انتوا سفراء للبهجه وسفراء للجمال المصري فعلا في كل مكان، ودايما في مزاج كده قريب شعوب البحر المتوسط. صح. الشعب الايطالي والمصري واليوناني في مزاج كده بيجمعهم وقواسم مشتركه كتير جدا. بشكرك شكرا جزيلا، ومره ثانيه بنقول لك كل سنه وحضرتك طيب وكل اهلنا اللي موجودين في ايطاليا والمصريين بالخارج طيبين وبخير في عيد الفطر المبارك. دكتور ابراهيم يونس رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في ايطاليا، كلام مهم جدا بجد، واللي انت قلتيها كمان يا بسنت ان هو يعني سفير المصري اللي موجود بره، سفير انه يقدم الجمال المصري او الثقافه المصريه بشكل حقيقي للشعب الايطالي او اي شعب تاني. انا عايز اقول لك احنا شفنا دلوقتي اختلاف كبير قوي للفكر الغربي عن صحيح. المصريين والعرب بالمعامله دي. يمكن الجميل في السوشيال ميديا يعني او الوجه الايجابي ليها انه هي بتقدر تخليك كده تشوف اللي بيحصل بره وتخليك مطلع دايما على الفكر بره عامل ازاي. عجبني كمان انه بجد الصوره اللي كانت موجوده معانا على الشاشه دلوقتي انا للحظه ما كنتش عارفه دي فين بالظبط، تحسها في مصر كمان، تحس ان هم عايشين اجواء كانهم فعلا في مصر زي ما احنا شايفين دلوقتي. الالوان المبهجه اللي هم لابسينها، الجلاليب اللي بتعبر عن عيد الفطر، الكميات الكبيره من الناس الوافدين طبعا بداخل المساجد وقاعات الاحتفالات. ف يعني جميل انه ان احنا نشوف هذا الوجه الاخر للمصريين الموجودين بالخارج. خلينا كمان نروح للجاليه المصريه في الامارات، ومعانا دلوقتي عبر الهاتف الدكتور شعبان رأفت رئيس الاتحاد او اتحاد المصريين بالخارج فرع دوله الامارات. صباح الخير على حضرتك وكل سنه وانت طيب. كل صباح الخير يا فندم، كل عام وحضراتكم بخير ومصر الغاليه بخير. عيد سعيد بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفتره الجديده، وان شاء الله عيد مبارك عليكم جميعا. كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليكم يا رب.
كلمنا بقى كده عن أجواء الاحتفالات بين الجالية المصرية بعيد الفطر المبارك في دولة الإمارات. والله حضرتك الأجواء الاحتفالات بالعيد بتبدأ من صلاة العيد في الصباح، وحضرتك عارف أن الإمارات متقدمة في التوقيت عن مصر بحوالي ساعتين. استقبلنا العيد بصلاة العيد في المساجد، وبعد كده بالإفطار بتبادل التهاني، ثم النزول للأماكن اللي هي العامة المخصصة في الفترة ديت أو المناسبة ديت، سواء في المولات التجارية أو الحدائق العامة أو الزيارات العائلية والأسرية بين أفراد الجالية بعضهم وبعض. طيب يعني خليني أسأل حضرتك، إيه هو وجه يمكن التشابه ما بين الاحتفالات في مصر والاحتفالات في الإمارات؟ حضرتك نفس أوجه التشابه، نفس العادات والتقاليد، بعد الإفطار وتلقي التهاني عبر الهاتف، السلام والتصافح بين الجيران وبعضها اللي هي مثلا اللي فيها يعني جالية مصرية، سواء في بناية واحدة أو في الأماكن المختلفة، في أماكن سواء مثلا الحدائق العامة أو الأماكن الترفيهية بيتم الالتقاء فيها على مدار اليوم بالكامل، بيبقى أجواء نفس الأجواء المصرية وأجواء أسرية كمان. ما احناش حاسين ان احنا في وضع مختلف او في دولة اجنبية، احنا في دولة عربية وتعتبر بلدنا الثاني. نفس الفرحة اللي موجودة بيننا وبين الاهل في مصر لو موجودين في المناسبة ديت في مصر. يعني ما فيش احساس بالغربة دكتور شعبان، يعني دايما اي مصري موجود خارج مصر يعني خلال فترة العيد او الاعياد عموما يقول لك انا ما بحسش بالعيد الا في مصر، العيد في مصر حاجة تانية. ازاي بتتغلبوا على احساس الغربه ده كمصريين مع بعض؟ يعني انه بالفعل التجمع عمل اتفضل يا فندم، ازاي بتعملوا انشطه كانك عايش بالظبط في مصر؟ يعني سواء مثلا في النادي المصري او في الحدائق او في المولات التجاريه، في تلاقي كبير بين افراد الجاليه وبعضهم، وديت ده اليوم اللي بيبقى يعني فرصة أكبر جدا لتبادل التهاني والزيارة الشخصية، يعني خصوصا أن في أجازة العيد في دولة الإمارات تعتبر يعني حوالي أسبوع كامل، فدي كانت فرصة كبيرة جدا أن يتم الخروج، خلاف بقى لما تكون الأجازة يومين أو ثلاثة أيام الأمر بيبقى مختلف، لأن هنا الأجازة كانت كبيرة جدا. وطبعا الإمارات باعتبارها دولة تعتبر سياحية، فرصة كبيرة جدا للناس بعد صلاة العيد، الناس نزلت تقابلنا مع بعض، تبادلنا التهاني، الخروج، وكأن احنا موجودين في مصر بالضبط، ما فيش اي اختلاف، لان معظم الناس الاسر بتاعتها موجودة معاها، حتى اللي مش معاه اسره يعني له قريب او صديق بينزل يقضي يوم العيد معاه. طيب يعني يمكن مؤخرا بقينا بنشوف اهتمام كبير جدا بالاطفال هنا في مصر في المساجد وفي الساحات العامه وفي الحدائق، يعني بنشوف مثلا توفير ليهم بلالين حلويات عشان يعني يكونوا عايشين اجواء عيد بامتياز، يعني هل قدرتوا ان انتوا تحققوا الاجواء المميزه دي للاطفال، وهم كان دورهم ايه في الاحتفالات دي؟ نفس الشيء موجود في دوله الامارات ايضا، الاماكن الترفيهيه بالنسبه للاطفال وخصوصا في المناسبات دي موجوده، هي موجوده على مدار العام، ولكن ايضا الفرصه زي ما قلت لحضرتك ان ده يوم عيد، فالامر مختلف ان معظم الناس كلها خارجه لتقضيه يوم جميل مع الاسره مع الاطفال مع الاهل مع الاصدقاء، نفس الاجواء. وحضرتك يعني جو جميل جدا، الطقس برضه في دوله الامارات حاليا جميل ساعد على الخروج، اماكن الترفيه كتيره جدا، اماكن التسليه كتيره جدا بالنسبه للاطفال او حتى بالنسبه للكبار كمان. بنشكر حضرتك ويا رب دايما في افراح واعياد وكل سنه وحضرتك طيب، والجاليه المصريه في دوله الامارات العربيه المتحده بكل خير وسعاده، دكتور شعبان رأفت رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دوله الامارات.
على مدار 30 يوم في شهر رمضان الكريم والوجبة الدرامية والمسلسلات الرمضانية كان في نصيب مهم جدا للأطفال. الأطفال والكبار كمان استمتعوا بوجبة كرتونية مثالية، مسلسل نورة عمل إبداعي متميز وصل رسائل مهمة للأطفال عن مكانة المرأة المصرية في المجتمع، صنع كده حالة من حالات الوعي عند أولادنا وبناتنا، وأضاف لدراما رمضان الشكل المطلوب اللي يليق باسم مصر في صناعة الكرتون والأنيميشن. بالفعل احنا شفنا تقدم كبير قوي في مسلسلات الأنيميشن السنة دي، لكن خلونا نتكلم بالتفصيل عن كواليس صناعة مسلسل نورة مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر الهاتف دلوقتي، الأستاذ عامر صلاح مخرج المسلسل. صباح الفل عليك وكل سنة وانت طيب وألف مبروك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا استاذ رسام، كل سنه وانت طيب. يعني الف مبروك بخير وحضرتك طيب، يعني مبروك على النجاح الكبير اللي حققه المسلسل. ويمكن انت دايما كنت بتقول ان مسلسل نوره تجربته مختلفه ومليان بتحديات لكل فريق العمل، كلمنا عن شكل التحدي ده وكان واصل لحد فين. والله يا فندم التحدي بتاع مسلسل نوره ان كان قضايا كبيره شويه عن المسلسلات العاديه اللي بيقدمها التلفزيون المصري، فكان المجلس القومي للمراه مهتم بقضايا معينه للسن ده، للبنات في السن ده، وكان عندهم تصور معين، فكان بالنسبه لنا قضيه كبيره ان احنا نحاول نوصل وجهه النظر دي بشكل جميل يعجب الاطفال ويهتموا انهم يتابعوه ويشوفوا بشكل كويس علشان يسمعوا من نوره القضايا دي ويحاولوا يتفاعلوا معاها. فطبعا كان عندنا تحدي كبير في اظهار الهويه المصريه والمشاكل الخاصه بمجتمعنا. فكان في اتصال بشكل كبير مع المجلس القومي للمراه وشركه المتحده المنتجه في التفاصيل مهمه بالنسبه للهويه طبعا. وده هدف عظيم. هدف عظيم. واهتمت الشركه جدا المنفذه شركه بلومان كانت معانا مهتمه بان احنا نتخرج ده بشكل جميل وبانتاج حلو يخلي الصوره اللي وصلت لحضراتكم دي بشكل محترم. هو الهدف في حد ذاته عظيم جدا عندنا، وان احنا نعرف نعمل حاجه حلوه صح. للاطفال في مصر ونطور صناعه الانيميشن بشكل مظبوط. طيب يعني هو هدف عظيم طبعا في حد ذاته، احنا محتاجين مسلسلات تربط اطفالنا من جديد بالهويه المصريه وبقضايا المجتمع المصري بشكل مباشر. هاخد من كلامك اخر كلمه، صناعه الصوره وصناعه شكل مبهر وجديد على الانيميشن او صناعه الانيميشن في مصر، لا نوره عمل طفره في الشكل والابهار البصري للاطفال، كلمنا عنه. والله الشكل المبهر اللي حضرتك شفته ده هو كان مجهود كبير زي ما بقول لحضرتك، عشان القضية نفسها كبيرة فكان لازم نهتم بشكل كبير بالشكل عشان تظهر بحجم القضية ده والأطفال يتفرجوا عليه، ولازم يكون مختلف. فكان اهتموا في الإنتاج، الشركة المتحدة ما متدخل يعني في الإنتاج على المسلسل ده بشكل كبير مع الشركة المنفذة بلومانك، وكان في فريق كبير جدا عشان نوصل بالشكل الجميل ده في الوقت المظبوط، وربنا ان شاء الله الحمد لله وفقنا. يعني زي ما حضرتك شفت كده الصوره اصلا مبهره شويه، الالوان جميله، شكل الكاركترات. طيب خليني اكلمك عن القضايا الكبيره اللي حضرتك اتكلمت عنها، القضايا دي محتاجه طبعا اختيار لشخصيات عمل كبيره كمان، فازاي تم اختيار هذه الشخصيات وايه الاضافات اللي يمكن حطيتها كمخرج للمسلسل عشان الرساله طبعا توصل بوضوح لاولادنا؟ والله احنا كان في بينا جلسات بينا وبين الاستاذ محمد عدي المؤلف وفريق العمل الاستاذ اسلام عبد الحكيم المشرف العام، في ان احنا في قضايا مهمه احنا بنهتم بيها، فحتى القضايا دي كان ليها شكل للشخصيات، يعني بالزواج القاصرات مثلا وغيره، كان لازم يبقى في شكل للشخصيه وازاي بنقدمها اصلا، من نعملها خط درامي من الاول، وازاي بنتعاطف معاها، وازاي بنعرف ايه المشكله دي ظهرت ازاي في المجتمع بتاعنا وبنعالجها، واهلها بيتعاملوا معاها ازاي. كان في محاولات كثيره بشكل الشخصيه، تجارب كثيره لشكل الشخصيه عشان تظهر بالشكل المناسب اللي حضرتك شفتيه. جميل. والحمد لله طيب. الحمد لله ربنا وفقنا بفريق عمل كبير في الارت وورك عشان نوصل لشكل كاركترات مناسب
لكل شخصيه لها شكل يعني ليها مشاكلها وليها تجاربها. فبتلاقي بنت اصحابها البنت الضعيفه اللي في حد بيبتزها، اصحابها البنت اللي اهلها عاوزين يجوزوها وهي صغيره، للبنت الشخصيه القويه نوره شخصيتها قويه وازاي بتقابل تحدياتها. وده شفناه في المسلسل. طب انا عايز اسال حضرتك سريعا كده يعني بعين المخرج والفنان، الناس كتير قوي يفتكروا انه صناعه كرتون او انيميشن صناعه سهله، لكن فنيا الموضوع ليه مراحل كتيره مختلفه وصعبه كمان، وتحديدا الفريم او الكادر اللي بيطلع في مسلسل انيميشن ده بيحتاج جهد كبير قوي. لا هي مراحل كبيره جدا اكتر من الدراما العاديه طبعا. صحيح. فيها اكتر من 20 مرحله بدون تفاصيل كتير، من اول ما بنتخيل بيجي لنا السيناريو والسكريبت ونتخيل شكل الشخصيات ومواصفاتها وازاي بنقدمها وازاي علاقتهم ببعضهم، وبعد كده بنرسم وبعد كده تحولها لشكل مجسم زي حضرتك شايفه 3 دي وانيميشن، وازاي بنحركها وازاي بنختار اللوكيشنز والاصوات واداء الاصوات طبعا، حتى المزيكا كنا بنحاول نخليها ليها طابع شرقي شويه ومصري. فدي مراحل كتيره في التحضير ومراحل متخصصه يعني مش هنعرف نشرحها قوي للجمهور، بس احنا شفنا في النهايه طبعا يعني خليني اقول المنتج النهائي كله كان هايل ورائع، والف مبروك على نجاح العمل. بنشكرك الاستاذ عامر صلاح مخرج مسلسل انيميشن نوره. شكرا ليك مشاهدينا، نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية ولسه مكملين كلام عن العيد وعن كحك العيد، واحنا عارفين كلنا ان العيد يعني كحك ومخبوزات وترمس. طيب ساعات كتيرة بنسأل نفسنا هل العادات والتقاليد دي المتوارثة عندنا من مئات السنين هل هي عادات فاطمية ولا مصرية قديمة ولا مستحدثة ولا ايه ولا ايه؟ يمكن دي اسئلة كتيرة يا محمد. صحيح. عايزين نعرفها يعني. صحيح. الكحك جه منين فعلا؟ بالظبط الكحك وغير الكحك كمان، احنا شعب ليه تاريخ. والاكل وثقافه الاكل في مصر ليها تاريخ، كل اكله وكل تفصيله من تفاصيل حياتنا ليها جذور من اول مصر القديمه مرورا بعصور تاريخيه كتير جدا. في الفقره دي هنحاول مع حضراتكم نتعرف على الاصول التاريخيه للاكلات اللي احنا بناكلها وبنتبسط بيها جدا في العيد مع دكتور شريف شعبان الكاتب والباحث في الاثار. صباح الفل على حضراتكم. صباح الفل يا محمد، كل سنه طيب. كل سنه طيب يا باسم. صباح الخير عليك كده. ناس بيقولوا انه دايما الاعتقاد الشائع انه كل احتفالات العيد او البهجه اللي احنا بنشوفها من رمضان هي احتفالات بتعود الى العصر الفاطمي، لكن ليها اصول في مصر القديمه، صح كده؟ شوف خلينا نرجع شويه فكره الصوم نفسه. هل في صوم في مصر القديمه؟ المصريين القدماء عرفوا الصوم، تقربوا للمعبودات بتاعهم بفكره الصوم، فكره تهذيب النفس ومحو الشهوات. كانت قايمة على فكرة الصوم، فكرة الاحتفال ما بعد الصوم فكرة مصرية قديمة. طبعا اختلفت العادات والتقاليد ما بين مصر القديمة وبين الأديان السماوية، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمصريين القدماء من أوائل الأمم اللي عرفوا الصيام. من قبلكم دي يعني في حضارة عرفت الصيام. بالظبط. مش زي الحضارة الإسلامية أو العادات الإسلامية، ولكن فكرة الصيام نفسها كانت موجودة في الحضارة المصرية. صيام إن هو بنقطع أكل وشرب. فكرة إن هم يقطعوا الأكل والشرب من طلوع الشمس حتى غروبها. فعلاً. الكهنة المصريين كانوا بيصوموا 7 أيام متتالية لحد 42 يوم. فكرة إن هم يصوموا عن أكلات معينة دي كمان كانت موجودة في مصر القديمة. وبالتالي فكرة الصوم كانت متجذرة في الحضارة المصرية القديمة. الأكلات بقى اللي مرتبطة بالأعياد المصرية اللي احنا تورفناها لحد دلوقتي، المصريين القدماء من أكتر شعوب العالم المحبين للأعياد. المصري بطبيعته محب جدا بالأعياد والاحتفالات والبهجة، يمكن احنا عندنا أكتر من 90 عيد في مصر القديمة كلها. أعياد وطنية وأعياد دينية وأعياد محلية، كل إقليم كان ليه العيد بتاعه وكان ليه المعبود بتاعه، وبالتالي فكرة الاحتفال والبهجة منتشرة جدا في الحضارة المصرية القديمة. كل عيد كان مرتبط بأكلات، مرتبط بأزياء، في إن الناس لازم تنزل وتحتفل في كل أنحاء مصر. هل كان في عيد من الأعياد دي مرتبط بالكحك؟
الكحك كان عنصر مهم جدا على المائدة المصرية القديمة، كان مرتبط بالأعياد، مرتبط بالقرابين. كان احنا هنلاقي مناظر في جداريات المعابد والمقابر المصرية القديمة ان هما كانوا بيقدموا من ضمن المأكولات للمعبودات الكحك. من ضمن المأكولات اللي المصري كان يحب ياخدها معاه في العالم الآخر وبرسمها على جداريات مقبرته الكحك. طب كان بيتعمل من ايه؟ كان بيتعمل من الدقيق والعسل النحل، وكان بيتم إضافة بعض الفواكه المجففة زي الزبيب، أو كان بيتم حشو بالتين أو بالتمر. جميل. 90 عيد في الحضارة المصرية القديمة، ده هيخلينا أسأل حضرتك الأعياد وثقافة الأعياد إزاي أثرت على الشخصية المصرية؟ يعني أكيد في شخصية مصرية مختلفة ومتميزة وبيسموها كده عبقرية الشخصية المصرية، اللي هي دايما تتعود على خل حالة من حالات الفرح، ده انعكس إزاي على سلوكنا كمصريين؟ ده خلى المصري على مدار القرون، على مدار كل الحضارات اللي عاشتها مصر، شخص محب للحياة رغم الضغوط، رغم المشاكل، رغم الاحتلال اللي مر بمصر في أكتر من عصر، إلا أن المصري رغم كل الظروف دي بيخرج يحتفل، مفيش حاجة تمنعه. مدار الاحتفال بنلاقيه هي على مدار كل العصور، فكرة أن المصري يحتفل مع أهله، يتجمعوا دايما، يتجمعوا عند ضفاف النيل. حتى دلوقتي احنا بنحتفل على الكورنيش، حتى أيام الكورونا الناس كانت بتحاول أن هي بطريقة أو بأخرى تحتفل مع بعضها. الاحتفال والخروج وزيارة الأقارب وزيارة الموتى دي عادة مصرية قديمة ما تلاقيش في أي حضارة. في عندنا في مصر القديمة عيد اسمه عيد الوادي الجميل، في ثلاث معبودات، المعبود أمون ومراته موت وابنهم خنسو، دول موجودين في الأقصر، بيخرجوا في موكب مهيب من الشرق للغرب بيزوروا المعابد الجنائزية. وفي وسط الموكب ده بيخرج المصريين يزوروا أفراد أسرتهم المتوفين في المقابر. يعني فكرة زيارة المقابر في أول يوم العيد دي موجودة من أيام أصلية. الحضارة المصرية القديمة بالزبط. احنا بنخرج دلوقتي بنزور قرايبنا المتوفين، كانهم بيشاركونا الاحتفال، بيشاركونا الحياه، كانهم ما راحوش في عالم مختلف ولكن هم عايشين معانا في نفس العالم بتاعنا. ايه الطقوس المتوارثه لغايه دلوقتي؟ يعني ايه الحاجات اللي بتشوفها او بتشوف المصريين لسه بيعملوها فبتقول ده كان موجود زمان او اجدادنا كانوا بيعملوه زمان؟ فكره الكحك يعني دي من اساسيات المطبخ المصري. لازم ان احنا نصحى الصبح نفطر في كحك اول يوم العيد. طبعا مع اختلاف انواع الاعياد، ولكن الكحك ده عنصر أساسي في مائدة الإفطار المصرية القديمة. فكرة العيدية، يمكن العيدية دي من العناصر اللي احنا خدناها من العصر الفاطمي، احنا كنا لسه بنتكلم عنه. لبس العيد من أول مصر القديمة، المصري يحب جدا الأزياء ويحب جدا التطيب ولازم يلبس جديد. الكتان كان من أهم العناصر الملابس اللي المصري القديم كان بيحبها. استمر الموضوع ده في العصر الفاطمي، يمكن أغلب عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية خدناها من الفاطميين. كان في دار مخصصة اسمها دار الطراز، كانت بتعمل الأزياء الخاصة للناس عشان يلبسوها في الاحتفالات وفي الأعياد. وكان في دار أو وزارة مخصصة للكحك، هل بالزبط. المعلومة دي صح؟ في العصر الفاطمي أنشأت وزارة يعني مخصصة فقط للكحك. بالظبط، كان في حاجه اسمها دار الفطره، دي كان مكانها جنب الباب الاخضر جنب مقام الامام الحسين رضي الله عنه وارضاه. دي كانت مخصصه بس بامر مباشر من الخليفه الفاطمي ان هي تشرف عمليه صناعه الكحك وتوزيعه على الناس. ده طلع حاجه عظيمه جدا. جدا، كان بيتم رصد 20,000 دينار فاطمي لصناعه وتوزيع الكحك. كان بيتم عمله من اول شهر رجب لحد نهاية شهر رمضان، بحيث أن مع أول يوم العيد بيتم توزيعه على كل الناس. حتى لما صلاح الدين الأيوبي منعوا المصريين كانوا ساعتها عرفوا طريقة الكحك، وبقى من ساعتها عادة متوارثة عندنا ولغاية دلوقتي موجودة. ده حقيقي. وبناكل الكحك، محدش يقدر يمنع المصريين على الاحتفال بأي مظهر. طب ده بالنسبة لقصة الكحك، الفسيخ بقى علاقته إيه بالأعياد وجالنا منين وبدايته كانت فين؟ لا، الفسيخ ده أكلة مصري أصلي، يعني مفيش أمة في العالم ممكن تاكل أكلة بالطريقة اللي احنا بنعملها في الفسيخ. يمكن المصريين القدماء ربطوه أكتر بأعياد الربيع أو بالشموع أو فترة الربيع. يعني هو فعلا موجود من زمان قوي كده. بالظبط، دي حقيقة، وعندنا مناظر لفكرة الفسيخ وإزاي إن هما كانوا بياكلوه. ده اللي احنا ارتبط بينا دلوقتي بعيد شم النسيم. ولكن دي من الأكلات اللي المصريين توارثوها وحافظوا على صناعتها لحد دلوقتي. واحنا على أبواب شم النسيم، يعني خلاص أيام قليلة ونحتفل بالعيد الفرعوني الجميل كمان شم النسيم. عايز أسأل حضرتك بعين هنا الباحث في الآثار،
أهمية توثيق مثل هذه الأكلات أو ثقافة الأكل زي ما بيقولوا، كل شعب وكل حضارة بتتميز بأكلات معينة وثقافة معينة فيما يخص الأكل واللبس والمظهر، يعني التوثيق هنا مهم إزاي؟ شوف، الأكل ده هوية، كل أمة وكل حضارة بتستمد هويتها من مجموعة من العناصر من بناها الأكل. يمكن في حضارات أو في أمم بتسطو على أكلات أمم تانية وبتعتبر أن ده ملك ليها، ولكن إحنا أكلنا أو عاداتنا في الأكل والشرب دي متجذرة في حضارتنا من أول آلاف السنين، من أول مصر القديمة. وبالتالي فكرة التوثيق ده عملية توثيق للهوية المصرية. حتى لو في أكلات تدخلت على الحضارة المصرية أو عملناها بطرق مختلفة، ولكن عملناها بطريقة بتاعتنا، بنمصرها بنعملها تمصير زي ما بيقولوا بالظبط، حتى لو جايلنا من بره فهي بتدخل عندنا بتاخد الطابع المصري، بتختلف تماما عن الطابع اللي جايلنا بيه. وبالتالي حتى لو أكلة مش مصرية الأصل احنا بنعرف نخليها مصرية. طيب احنا كمان السنة دي يمكن كان عندنا في رمضان وجبة درامية دسمة جدا بالتاريخ، وده يمكن سواء التاريخ لمسلسل زي الحشاشين أو الأساطير زي جودر أو غيره أو غيره، شفت ده ازاي في إنه بيسيب يمكن أثر إيجابي جدا لدى الجموع المصرية عن تاريخنا؟ أو يعني مش بس بتكلم عن المسلسلين دول، لا، في مسلسلات كانت بتتكلم عن التاريخ المصري، شفت ده ازاي بعين بقى حضرتك كده؟ يعني عندك دايما انت عين التاريخ المختلف. أنا مبسوط جدا بشركة المتحدة السنة دي أو على مدار السنين إن هي بتهتم جدا بفكرة الإنتاج وفكرة الحفاظ على الفن المصري باعتباره القوة الناعمة المصرية. لكن السنة دي زي ما حضرتك قلتي عندنا وجبة دسمة من الدراما، وبالأخص ذات المسلسلات الأطفال، يعني خليني أتكلم عنها. ده حقيقي، يمكن السنة دي عملنا يحيى وكنوز الجزء الثالث، كان غاية في الروعة، متقن جدا من حيث التكنيك، من حيث الصناعة، السيناريو والحوار كان رائع جدا. فكرة الحفاظ على الهوية المصرية وعلى التاريخ المصري، وإزاي نحن نبسطه للأطفال والناشئ وحتى الكبار، وإزاي نحن نحافظ على تاريخنا من العبث أو أي حد يحاول أنه يزور تاريخنا. فأنا شايف أن رسالة المسلسل ده كانت قوية جدا ومهمة جدا. مسلسل حشاشين كان رائع جدا كصناعة وإمكانيات، طبعا غاية في الروعة، خصوصا نحن نتكلم على حقبة تاريخية ما هيش مصر، ومعمولة بشكل مبسط جدا بحيث ان احنا نعرف الناس ايه الطائفة دي وايه خطورتها وازاي اثرت على مجريات القرن الحداشر وازاي اثرت على مصر نفسها، رغم ان حسن الصباح جه مصر فترة قليلة جدا. صحيح. فكرة بقى ان هو معمول بالعامي مش بالفصحى، انا شايف في العامي يعني هو بسط الحوار شوية، انا كنت طبعا احب ان هو يبقى بالفصحى، ولكن العامي ما زعجنيش، قربوا للناس اكتر بالظبط، ما ضرش المسلسل زي ما الناس متخيلة، ولكن خلى الناس تقرب من الحقبة الغريبة دي. طب دكتور شريف، بعين الباحث في الاثار والثقافة بشكل عام، مهمة جدا المسلسلات التاريخية، والاهم كمان ان المسلسلات دي تحمل قيم معينة للجمهور، فبرأيك إيه هي أهم القيم اللي المفروض نستلهمها من تاريخنا عشان تبقى موجودة في مضمون يقدم خلال هذه المسلسلات؟ إحنا محتاجين إيه دلوقتي ببساطة كده من التاريخ القديم؟ محتاجين إن إحنا نتعرف أكتر على تاريخنا، نعرف تاريخنا بكل وصول، التاريخ القديم والتاريخ الوسيط، التاريخ الحديث والمعاصر. أتمنى إن إحنا نكتر المسلسلات التاريخية. فكرة ان احنا نحافظ على الهوية المصرية ونقدمها بشكل مبسط للناس. لكن الناس بتشوف مواد التاريخ حاجة كبيرة جدا صعبة، ولكن الدراما بتسهلها بشكل كبير جدا، بتوصل التاريخ بشكل سلس ومبسط للناس على كل المستويات، كل البيوت تقدر تتفرج عليها. وبالتالي مسلسل تاريخي ممكن يحبب الناس في التاريخ أكتر من 1000 كتاب تاريخ، وبالتالي أكتر من 1000 حصة تاريخ. بالضبط، ده حقيقي، وعلى كل المستويات، كل الأعمار. كنا هنتكلم على مسلسلات أطفال، مسلسل كبار، مسلسل تاريخي، وبالتالي كل ده بيساهم على إن احنا نحافظ على هويتنا ونعرفها لكل الناس. قد إيه مهم إن احنا يبقى عندنا دايما كل سنة، يعني السنة دي عندنا وجبة من مسلسلات الانيميشن للاطفال ربطتهم يمكن باللغه، وده مهم جدا انه دايما بنشوف الاطفال بتروح لمسلسلات كرتون بلغات تانية. النهارده بالظبط، النهارده بنشوفهم مسلسلات بتكلمهم بلغتهم، فقادرين انه نوصل القيم والعادات المصريه ليهم بشكل واضح من غير اي يعني خليني اقول الحاجات اللي يمكن بنشوفها دايما في المسلسلات، العادات والتقاليد المختلفه المسلسلات الاجنبيه. النهارده قد ايه مهم قدام
نشوف المصري القديم في الكرتون المصري الموجه للأطفال. ده حقيقي، يمكن احنا ابتدينا ان احنا نعمل مسلسلات كرتون نعرف الاطفال والناس اهميه الحضاره المصريه القديمه، لكن للاسف احنا بنستقي مسلسلاتنا ومعلوماتنا عن الحضاره المصريه القديمه من الافلام والمسلسلات اللي معموله بره، ودي بتبقى خطورتها ان هي بتبقى موجهه لتشويه الحضاره المصريه. بالظبط. فجه الوقت ان احنا نعمل مسلسلات وافلام وبالاخص نوجهها للاطفال، نعرفهم اهميه حضارتهم، اهميه هويتهم، ازاي ان هم نفسهم يحافظوا على الهويه بتاعتهم، ازاي يعرفوا اهميه تاريخهم القديم، ما يخافوش منه، ما يخافوش ان دي مواد كئيبه او صعبه او اسامي الملوك دي غريبه، لا بالعكس ان احنا نقدر نحببهم فيها. ان احنا شفنا موكب المومياوات الملكيه حدث غايه في الروعه. كان ناس كتير ما تعرفش مين الملوك اللي ماشيين، ولكن حببهم في تراثهم، حببهم في تاريخهم القديم، حسسهم ان تاريخهم القديم ماشي ما بينهم في الشارع. وبالتالي فكره ان احنا نعمل دراما للاطفال ودراما للكبار ده شيء جميل جدا، وهيقرب الناس من تاريخهم القديم. راي حضرتك ايه في فكره التنوع التاريخي في المسلسلات اللي بتقدم؟ يعني تحديدا في الكرتون مثلا بنشوف تركيز شويه على المصر القديم والحضاره الفرعونيه، كمان بنشوف تيارات وحضارات اخرى، يعني مثلا مسلسل سر المسجد فبيتكلم على قيم اسلاميه. أهمية أن أنا أفتح النوافذ كده على كل الحضارات اللي هي بتمثل الشخصية المصرية، تراكم هذه الحضارات بداية من مصر القديمة حتى الآن، هذا التنوع شافه إزاي؟ إحنا الحضارة الوحيدة على مستوى التاريخ في العالم كله اللي عندنا أكتر من حضارة متوارثة، عندنا الحضارة المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، القبطية، الإسلامية بكل مراحلها. وبالتالي كنا نعمل مسلسلات باختلاف العصور التاريخية، ده ثراء بدي غنى للشخصية. بالظبط، ده ثراء مصر بتتميز بيه، بيعمل لنا ثقل في الشخصية المصرية، بيخلينا ان احنا نفتح افاق نعرف كل العصور اللي عاصرتها مصر دي كانت عاملة ازاي. بنسمع عن العصور المختلفة دي لكن احنا مش متخيلين شكلها كان عامل ازاي، فمهم جدا تجسيدها حتى عشان الصورة تبقى واضحة في اذهان المصريين. ده حقيقي، وعلى مستوى الكبار وعلى مستوى الاطفال، وبقى في اهتمام كبير جدا بالمراجعات التاريخية. كان اساتذتي مهتمين ان هم اشرفوا على الاشراف التاريخي على مسلسل يحيى وكنوز وعلى سر المسجد، وده بيدي ثقل للعمل التاريخي، بيوصل المعلومه الصحيحه للاطفال والنشأة. اشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا دكتور شريف شعبان الكاتب والباحث في الاثار، وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالف خير. الف شكر. نشكرك. مشاهدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع موجز اهم واخر الانباء مع لميا، تفضل يا لميا. شكرا لك باسانت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة احتفالية عيد الفطر المبارك والتي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الرئيس السيسي أنه سعيد بمشاركة أسر الشهداء لاحتفال بعيد الفطر المبارك، مثنيا على التضحيات التي قدمها الشهداء وأسرهم في سبيل أمن البلاد وسلامتها. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مدينة الزهراء وأحياء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. كما استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وكذلك محيط منطقة أبراج حمد السكنية غرب خان يونس. أكد الوزير في المجلس الحربي الإسرائيلي بني جانس أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح. وقال جانس خلال مؤتمر صحفي في مستوطنة سيدروت بغلاف غزة إن الجيش سيعود إلى مدينة خان يونس وسط القطاع، مشيرا إلى أن القتال مستمر في القطاع بدرجة تختلف وفقا للضرورة والاحتياج. قال موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين إن قائد القيادة الوسطى الأمريكية يزور إسرائيل اليوم للتنسيق بشأن هجوم إسرائيلي محتمل. وأوضح أكسيوس عن المسؤولين الإسرائيليين أن واشنطن تستعد لهجوم إيراني مباشر محتمل وغير مسبوق بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل.
وأشار أكسيوس إلى أن واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية التحضير للرد الإيراني. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران. وخلال اتصال هاتفي من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستتعاون مع إسرائيل حال شنت إيران أي هجوم على تل أبيب. وأكدت الخارجية الأمريكية أن بلينكين وجالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع المحتجزين من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة. تبادل جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفا عنيفا على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان. وقال جيش الاحتلال أنه تم قصف مبنى عسكري لحزب الله في عيتا الشعب أثناء وجود عناصر من الحزب داخله، مشيرا إلى أنه قصف أيضا بنية تحتية عسكرية لحزب الله في منطقتي الخيام والناقورة بالجنوب. من جانبه أعلن حزب الله أنه قصف بالمدفعية موقع السماقة في تلال كفر شوبة اللبنانية المحتلة، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في جنود الاحتلال. قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها تعاملت بنجاح مع 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن فوق خليج عدن والبحر الأحمر. وأضاف بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنه تم تدمير 8 طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يتعين على الهند والصين حل النزاع الحدودي الذي طال أمده بشكل عاجل. وأكد مودي أن السلام على الحدود ضرورية حتى تكون العلاقات مع الصين طبيعية، مضيفا أن الهند ملتزمة بحماية سيادتها وكرامتها. وتوترت العلاقات بين الهند والصين اللتين تشتركان في حدود جبلية ممتدة منذ أن اشتبكت قوات البلدين على حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، مما أودى بحياة 24 عسكريا في 2020. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية، وصباح الخير يا مصر. الحقيقة موسم رمضان السنة دي كان متميز جدا، وجبة رمضانية درامية ما بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي، كانت شيقة جدا وجذبت عدد كبير جدا من الجمهور. من مسلسلات ال 15 حلقة وتحديدا النص الثاني من رمضان كان مسلسل بقينا 2، مسلسل يعتبر من أنجح المسلسلات اللي تقدمت خلال موسم رمضان 2024. اختار صناعه واحد من الموضوعات المهمة جدا اللي بتمس حياة بيوت وأسر مصرية كتير، قضية الطلاق وتداعيات الطلاق لما 2 يعني شركاء في العمر لمدة 25 سنة ينفصلوا، إيه اللي بيحصل؟ قالب اجتماعي لايت كوميدي متميز ومختلف في بقينا 2. الحقيقة يا محمد أن ردود الفعل عن المسلسل كانت متميزة جدا ومختلفة تماما. المسلسل قدر أن هو يجذب عدد كبير جدا من الجمهور خلال شهر رمضان. وعن أجواء بقى العمل وكواليسه ونتكلم مع المخرج الكبير طبعا طارق رفعت والإعلامي الفنان محمد نشأت اللي منورنا النهاردة في الاستوديو. صباح الفل عليكم. صباح الخير. صباح النور ومنورين. وأهلا بيكم. يعني خليني أتكلم معاك عن الأول طبعا كواليس المسلسل كانت عاملة ازاي. دايما بيقولوا المسلسل لما تبقى كواليسه حلوة بيطلع مسلسل حلو في الآخر، احكي لنا عن الكواليس. والله كواليس العمل ده مختلفة شويتين. هي ابتدت بجو لطيف جدا ومليان مودة وناس حابة العمل وعايزة تقدم فيه كل المجهود وكل التركيز. وفضلنا كده فترة زمنية كويسة يعني لغاية شهر نوفمبر، لغاية ما حصل الحادث بتاع وفاة أستاذ طارق عبد العزيز وإحنا بنشتغل.
الله يرحمه ورحمة الله عليه. الله يرحمه ويحسن إليه. فطبعا ده بسبب الألفة والمودة اللي كانت موجودة، ده أثر بالتبعية على كل الناس اللي كانوا موجودين. اضطرينا نقف شوية ونحاول. احنا معنا طبعا صورته وربنا يرحمه يا رب. هو توفى في اللوكيشن وهو بيشتغل. يعني دي هو بيقدم آخر لحظة في عمره بيشتغل. هو توفى ما بين تيك وتيك، يعني هو صور تيك في المشهد اللي توفى فيه، وبعدين كان عندي حاجة كده كنت عايزه يزودها فبنتكلم فيها، وإحنا بنتكلم كان صحيح تماما. وبعدين أظن الحكاية كلها خلصت في حوالي دقيقة واحدة. الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر أهله. فطبعا ده وقفنا شويتين، بس بطبيعة الحال عندنا التزام وعندنا عمل محتاجين لازم طبعا نعمله. استقرينا على أنه مش هنلغي دور طارق، لكن هنعمل شخصية مساعدة ليه بحيث تقدر تستلم منه الدراما. وكملنا، و يعني كلنا ساعدنا بعض ان احنا نحاول نخلص ده بافضل صوره ممكنه. ده كان فنان ادوارد اللي كمل. مظبوط. طب نروح لمحمد نشأت بقى. محمد نشأت يعني فنان متعدد المواهب، يعني ما بين الراديو والمسرح والدراما طبعاً. وقبل ده كله هو صديق عزيز ومبدع جميل. محمد بنبارك لك طبعا على الدور ده. الله يبارك فيك. ويعني دور جديد، وانت دايما بتحاول في كل مره تتحدى نفسك كده في الدراما. كلمنا عن دورك في مسلسل بقينا اتنين، شخصية المذيع اللي هي مش غريبة عنك، يحيى ما بين قوسين كده الانتهازي شوية. أيوة. بشكل مختلف يعني. فكلمنا عن اختيارك للدور ده واشتغلته ازاي. هو انا يعني من حظي الحلو ان ده تالت عمل بشتغله مع الأستاذ طارق رفعت. اشتغلت معاه مسلسل سبع أرواح، دي كانت بداية الأعمال معاه، وبعدين مسلسل إيجار قديم ومسلسل بقينا اتنين، وده تاني عمل ليا مع كريم أبو ذكري في شركة كيميديا. لما الأستاذ طارق عرض الدور عليا أو اتكلمنا فيه، ميزته دايما معايا حتى في الأدوار اللي قبل كده إن إحنا بنبني واحدة واحدة، بنتحرك خطوة خطوة، وهو خلاص بقينا فاهمين بعضنا. فأنا الشخصية هو مذيع من اللي أنا بتضايق منهم. يعني أصلا اللي أنا ما بحبهمش، اللي هو عايز يبيع نفسه عشان يبقى ترند. يعني هيطلع يعمل أي حاجة عشان يبقى ترند بأي شكل من الأشكال. فحبيت الدور ده عشان كده، عشان انا نفسي ابين الحاجات دي. ابين الناس اللي هي بتجري. سلبيات الشخصيه دي طبعا. يعني سلبيات الشخصيه دي بقت كتيره جدا وبقت واضحه قوي، وبقى كل حد عايز يجري عليها، في حين هم ممكن يجروا ورا الترند غلط تماما، يعني حاجه مش موجوده خالص فيجري عليها لمجرد انه يعمل ترند. فاتفقت مع استاذ طارق ان احنا هنعمله بشكل لايت شويه، يبقى دمه خفيف. اتفقنا على الاكسسوار، على اللبس، على النضاره، على الستايل كله. ده النضاره كانت مفاجاه. النضاره كانت مفاجاه، يعني فاجئته بيها في اللوكيشن فعجبته قوي. وبعدين حتى كنا بنتكلم من مش عاملين حسابها يعني. لا، ما كنتش شفت نشأت بالنضاره دي قبل كده. انا لابسها لكم مخصوص النهارده. وبعدين قلت له انا مش عارف اخد منها موقف، هي لا كبيره ولا صغيره. يعني قلت له حلوه، قال لي هي لا يعني مش نضاره اقدر ارفضها عشان هي اوفر كوميدي مثلا، ولا نضاره عاديه زي الناس بتلبسها، فانا مش فاهمها بس موافق عليها. يعني استاذ طارق، خليني ارجع لك مره تانية واسالك، انه الموضوع الطلاق ده موضوع حساس قوي دايما، يعني لما بنيجي نتكلم عنه بنحاول ان احنا يعني مهم ما نظهرش مشاهد قاسيه، وده اللي انت عملته في المسلسل، قدرت تعمله بشكل ناجح جدا، بشكل فيه يعني شفنا دايما طول الوقت ما بين شريف منير ورانيا يوسف تحدي في معظم المشاهد، لكن في نفس الوقت ما فيش حاجه قادره ان انا اتضايق منها او ان انا ابقى حاسه باحساس وحش تجاه الموقف بطريقه كوميديه كمان. ازاي عملت ده؟ هقول لحضرتك، هو طبعا الاساس في التاليف، يعني اتفقنا واحنا بنشتغل على الورق ان ده يبقى الاتجاه بتاع العمل اللايت كوميدي بالشكل ده. بس هي الفكره انه الطلاق مش حاجه واحده. الطلاق في ناس بتتلخبط لما يكونوا متضايقين من بعض ياخدوا قرار الطلاق، وفي ناس لما بتستحيل العيشه بياخدوا قرار الطلاق. مش كل اسباب الطلاق واحده. الناس دول كانوا حلوه قوي الجمله اللي انت قلتها دلوقتي دي، انه في ناس بتضايق من بعض بيختلط عليها الامر، بيختلط عليهم الامر، يعني بيستحيل العيشه. حلوه قوي دي.
دول ما كانش مستحيل العيشة، دول كانوا متضايقين من بعض، بس هم عندهم الغلطة الكلاسيكية انه ما حدش فيهم بيكلم التاني يقول له هو متضايق منه في ايه. فبالتبعية بتحصل تراكمات، خصوصا انه احنا مش متعودين نتكلم على الحاجات الصغيرة. يعني ما حدش بيقول لحد انت ما بتطبطبش عليا، انت ما بتاخدش بالك مني، انت ما بتقوليش كلمة حلوة، الحاجات دي احنا بنتكسف نقولها. بس بعد 25 سنة جواز الحاجة اللي قد كده بتبقى جبل. فهم حبوا يعبروا عن الزعل ده بأنهم أخدوا قرار الطلاق، لكن كان في ود وفي حب ما بينهم ظهر في المشاهد اللي حضرتك بتتكلمي عليها. لما كل واحد فيهم تنازل عن الغرور الشخصية أو الإيجو بتاعه وواجه نفسه، لأنه لا كل واحد ما قصر في حق التاني شوية. ده بيحط نور كده على مشكلة مهمة جدا احنا بنعاني منها كتير جدا في بيوتنا المصرية، فكرة يعني طول فترة الجواز، احنا بنتكلم 25 سنة، أدهم وياسمين متجوزين، وبالتالي المشاعر البسيطة جدا الجميلة جدا ما بين الطرفين دول بدأت تختفي. كل واحد مشغول بحياته، بيكون نفسه أكتر، بيثبت نفسه أكتر. قدرت ازاي توصل الرسالة دي أو المعنى ده للناس، إنه ممكن ان احنا نجدد من حياتنا بشكل مختلف، وانه مؤسسة الجواز دي تستمر بشكل جيد وكويس للطرفين؟ احنا مشينا ورا المثل اللي بيوصف الجواز كأنه زرعة. الزرعة دي علشان تفضل، لو هي شجرة عمرها 25 سنة هي محتاجة تتروي بشكل او باخر في خلال ال 25 سنة دول. لو توقف الري بتاع الزرعة دي عاجلا او اجل هتموت. الناس كلها بتتبسط بالزرعة والشجرة بتكبر، وبعدين بعد اكتمالها الناس بتنسى. فده كنا بنحاول نعمل بس ريمايندر كده، نذكر الناس ازاي جددوا حياتهم هما الاثنين مع بعض. ازاي جددوا حياتهم هما الاثنين مع بعض؟ ده لازم، وده حقيقي من الكلمة الحلوة او الكلمة الطيبة اللي ما بينهم، اللي هي ممكن تداوي حاجات كتير. يعني نشأت، خليني أقول إن أنت من القليلين قوي في مجال الإعلام اللي عرفوا أنه يجمعوا ما بين الإعلام والفن. إزاي كل واحد في شخصيتك أثر في التاني؟ يعني أنت النهاردة وأنت بتعمل دور مذيعة، هل استحضرت شوية من نشأة المذيعة؟ الموضوع بالنسبة لك كان صعب أنك مثلا تعمل دور مذيعة مختلف عنك تماما، ولا سهل شوية؟ إزاي كل واحد أثر في التاني؟ بصي، هو غالبا لان فكره التمثيل كانت جايه ما قبل الاعلام. يعني انت من زمان عايز تمثل؟ انا خريج مركز الابداع الفني عند استاذ خالد جلال، الدفعه الاشهر اللي هي دفعه قهوه ساده. واستاذ خالد هو يعني هو استاذي طبعا، واستاذ جيل كبير جدا مننا، محمد فراج، محمد ثروت، هشام اسماعيل، اسماء مهمه جدا في الساحه دلوقتي، محمد ممدوح تايسون، محمد سلام، بيومي فؤاد، يعني المجموعة الكبيرة دي كلها كلنا تخرجنا من عند الأستاذ خالد جلال. في 2011 لما جالي تليفون إن أنا أبقى مذيع راديو، وبعدين أنا اتخضيت من الفكرة لأن أنا ممثل وبعمل مسرح وحاجات كده، فمن هنا دخلت مجال الإعلام. ما بيأثرش فيا لأن أو أنا ما بستحضرش دور المذيع، أنا بستحضر أي دور لأن الأصل عندي كان التمثيل. نعم، بقالي 12 سنة دلوقتي أو أكتر في مجال الإعلام، وبحبه جدا جدا، وهو المجال تقريبا اللي أنا اتعرفت عليه. بس أنت من أنجح مذيعين الراديو، يعني دايما أدواتك كمذيع راديو كلها حاضرة وموجودة بشكل مختلف، وفي جمهور كبير بتعلق بيك. الحمد لله طبعا، الحمد لله. ولكن بيظل الحلم الأكبر بالنسبة لي هو فكرة التمثيل. لكن الراديو والإعلام بشكل خاص كده هو جزء من تكويني كله. هو اللي ساعد الناس، يعني اتعرفت عند الناس اكتر على فكرة عن طريق الاعلام طبعا اكتر من التمثيل شوية. ولكن لما انا باخد شخصية زي اي شخصية، يعني انا لعبت في الثلاث مسلسلات اللي مع الاستاذ طارق او غيرهم، كلها شخصيات مختلفة، فبيبقى نابع من الفكرة اللي انا عملتها في قهوة سادة او التدريب اللي انا اتدربته، او بكوني في الاصل ممثل. يعني هي مدرسه كبيره خالد جلال طبعا. يعني انت دايما بتفتخر حتى واحنا بنتكلم مع بعض في اي مكان انك انت ابن خالد جلال. مدرسه أكيد. قدمت فعلا للساحه الفنيه عدد كبير جدا من الممثلين. طبعا استاذ طارق، مسلسل 15 حلقه، وفكره الايقاع السريع، لانه يعني مهم جدا دلوقتي انه المشاهد
يتلقى كده زي ما بيقولوا الجرعه الدراميه بشكل مكثف بعيدا عن التطويل او اللونجير بلغه اهل الدراما. يعني كان تحدي قدامك ازاي ان انت تكثف الاحداث وتمسك الخيوط الشخصيات بشكل يخلي المشاهد يلحقك في كل حلقه؟ زي ما قلت لحضرتك الاساس بيبتدي من الكتابه. العمل ده كان مكتوب 20 حلقه في البدايه، وبعدين تم اختصارهم ل 15 لما بقينا في موسم رمضان، لانه الموسم الرمضاني 20 ما تنفعش فيه. فكان عندنا فرصه نضغط الزمن ونضغط الاحداث اكتر، وده كان افيد بكتير للعمل. هي الفكره انه في جزء من المونتاج في الواقع بيحصل على الورق مش بس في اوضه المونتاج. اللي هو حضرتك بتقول عليه ان احنا ما بنطولش في الاحداث وما بنحكيش الحدث في فتره زمنيه طويله ما دام مش محتاج. فده كان افيد طبعا، ده بيعمل ايقاع افضل كتير وبيخلي اللي بيتفرج ما يملش. طب كلمنا بقى عن الكرو والهارموني، يعني شفت الهارموني ما بين، دايما لما يبقى فيه هارموني حلو ما بين الممثلين بيطلع العمل شكله كويس. وكتير كنا بنسمع لما يبقى فيه خلافات يمكن بين الممثلين لما بيطلعوا بعد كده بقى بيقولوا في البرامج فبيبان في العمل، فواضح انه الهارموني كويسة قوي ما بين كل الكرو. شفت ده ازاي؟ الدنيا كانت عاملة ازاي؟ نشأة تعبك ولا لا؟ يا احكي لنا جدا بالنظاره بتاعتي تعبت. يعني هي النظاره طبعا اول حاجه النظاره تعبت. انا يعني محظوظ جدا في العمل ده، يعني هو اسمه بقينا اتنين، وانا كان عندي رقم اتنين كتير في العمل. هو ده تاني عمل ليا مع كي ميديا الشركه المنتجه، استاذ كريم ابو ذكري. فده كان شيء مفيد ان احنا فاهمين بعض وعارفين كميه بعض وعارفين طريقه شغل بعض. كان العمل رقم اتنين ما بيني وما بين أستاذ شريف منير، كنا اشتغلنا إيجار قديم مع بعض قبل كده، فده برضو كان عامل تفاهم كويس. كان رقم اتنين في الشغل ما بيني وما بين رانيا يوسف، كنا اشتغلنا مع بعض سبع أرواح قبل كده. والعمل رقم اتنين مع أستاذة ميمي جمال، فبرضو كنت حاسس أن أنا يعني راجع للعيلة. أنا الوحيد اللي كنت رقم ثلاثة متميز دايما. فده كان مسهل حاجات كتير، لأنه كنا خارجين بعلاقات طيبة وكويسة من الأعمال اللي قبل كده. كمان كنا فاهمين طريقة شغل بعض، ما كانتش غريبة علينا. زي ما حضرتك بتقولي الهارموني دي مهمة، لأنه ما بيبقاش في مجهود رايح في إن احنا نفهم بعض حاجات المفروض تكون مفهومة بطبيعتها أو نحل أزمات، أو بالعكس المجهود كله رايح للشغل نفسه. تمام. طب نروح ليوسف عثمان معانا على الهواء دلوقتي، الفنان يوسف عثمان، نقول له صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيب. صباح النور. ألف مبروك دورك في بقينا اتنين. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. طبعا صباح الخير وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. وأنا بصراحة يعني مبسوط بالتليفون ده، لأن أنا كان نفسي فعلا أعيد على أستاذ طارق. أنا عايز أقول بس حاجة، إنه في مخرجين قليلين اللي ممكن يحطوا ثقتهم بجد في الممثل ويدوا له الثقة كده مع التوجيه، مع إنه عينه معايا على طول. أنا دي حاجة بقدرها جدا، ودي حاجة أنا يعني بجد هفضل فاكرها وبحترمها وشايلها أستاذ طارق. أنا ده كان أول تعامل بيني وبينه في المسلسل، وقد إيه استغربت، لأن هو شخصية في منتهى الذوق على المستوى الإنساني، منتهى الذوق ومنتهى الاحترام، وكمخرج في منتهى الاحترافية، ودي حاجة ريحتني جدا وبسطتني جدا وساعدتني جدا. وأرجع أقول تاني، طبعا أستاذ طارق هو اللي يقدر يحكي الموقف بكل كواليسه، الثقة اللي هو إداهالي هو استاذ كريم ابو ذكري، ان هم يدوني الثقه ان انا اعمل شخصيه سيف. دي حاجه انا يعني مبسوط بيها جدا وبشكرهم عليها جدا جدا يعني. طيب يوسف، طبعا انت بالنسبه لنا يعني ما ننساش ابدا دورك وانت لسه طفل صغير السيمة. فبحب السيمة ليه النهارده بنشوفك ما شاء الله نجم كبير. احكي لنا عن سيف وعن شخصيه سيف في بقينا اتنين، والتغير الكبير اللي حصل في حياتك كممثل، من ممثل لسه صغير جدا في السن لممثل النهارده ما شاء الله متمكن. هي شخصية سيف عشان هي شخصية يعني كوميدية جدا من المقام الأول، ليها طبعا طابع رومانسي مع شخصية ريم اللي بتقوم بدورها نانسي.
بس في الاخر في الطابع اللي غالب عليها الكوميدي اللي لازم يبقى فيه تايمينج مظبوط وحس مظبوط. والكوميديا صعبه جدا وصعبه انها تتعمل مع نجم زي استاذ شريف منير مع نجم زي استاذ رانيا يوسف وظبط ده لان في ديناميكيه معينه انه لازم يبقى الموقف ماشي بيضحك ولو في إفيه هيتقال ما يبقاش تقيل ويبقى مناسب للمشهد. فده مش هينفع. ممكن انا كممثل في نص معايا في موقف يضحك جدا بس انا ما اعرفش اديه او العكس يبقى انا كممثل باضيف حاجه بس النص ما يستحملوش او انا بعملها بطريقه زياده او بقول حاجه ما تناسبش المشهد او كده. ودايما استاذ طارق كان هو اللي بيظبط ده الميزان لده وده اللي كنت بقوله ان هو قد ايه كان عارف يتعامل معايا انه هنا ده ينفع هنا ده ما ينفعش هنا ده مناسب هنا ده كتير هنا ده قليل. فده انا بالعكس انا احب ده جدا وفي نفس الوقت ده ريحني جدا لان انا عارف ان انا في حد شايفني من فوق بيلم ورايا الدنيا. انا اتبسطت جدا جدا بالدور ده من اكتر الادوار اللي ارتحت وانا بعملها حبيتها جدا وحبيت كمان لما شفت الشغل وشفت المشاهد الكوميديه الكتيره اللي بيني وبين استاذ شريف وير حقيقي حبيتها جدا يعني وانبسطت منها وجالي فيدباك عليها ان الناس بقت تقول لي طب ايه ده حلو ده يعني عايزين نشوفك في الكوميدي ده اكتر كمان ودي حاجه ده تحدي كمان انك تلعب الدور الكوميدي ده. يوسف كلمنا اكتر لسه بنتكلم دلوقتي على الوقوف قدام شريف منير. شريف منير اسم كبير ويعني بطل ونجم كبير في الدراما المصريه. كلمنا بقى عن اجواء العمل الوقوف قدام شريف منير المساحه اللي بيديها لك ازاي. كمان هو حريص جدا واحنا عارفين كده انه يدي مساحه كمان للممثل اللي قدامه انه يشتغل ويقدم اجمل ما عنده. انا عشان بحب طبعا استاذ شريف منير جدا بس بالذات كمان من المسرح من مثلا مسرحيات زي الاباندا وزي كده اوكي فانا بحب اتفرج عليه فيه كمان لما ساعات الممثل في سيكونس كوميدي على المسرح في فصل معين او كده بيبقى في المشهد ده هو اللي بيفرش قوي هو الصداده للإفيه قوي واوقات ثانيه هو اللي بيقول الإفيه وتفاعل الممثل التاني معاه هو ده اللي يضحك. فانا كنت بحب اتفرج على ده وباخد بالي عارف لما تبقى انت عارف حد وبتتفرج عليه كتير وعارف طريقته قبل ما تشتغل معاه. فلما تشتغل معاه انت عارف انت هنا ممكن تقول كذا فهو يقول كذا او بالطريقه دي عشان هو دايما بيبقى في رد فعل كذا يضحك لطيف. فدي حاجه ريحتني جدا برضه. وتاني ارجع واقول لولا استاذ طارق قد ايه سهل عليا لان انا كنت انا داخل على اللوكيشن. اللوكيشن كان كل الادوار متسكنه وانا من اواخر الناس اللي مضيت دوري فكان اوريدي المجموعه كامله موجوده منهم كمان يعني او رؤساء الاقسام كلهم موجودين من الفعل المسلسل زي ما استاذ طارق اتكلم من ايجار قديم الناس اشتغلت كلها مع بعض ناس عارفه طريقه شغل بعض فانا اللي داخل على المجموعه فقد ايه عارف زي ما لما لعيب كوره يمضي في نادي فيقول لك ازاي كلهم احتضنوه ودخلوه اوضه اللبس وسهلوا عليه التاقلم وكده هو ده اللي حصل فعلا من اول يوم كمان. فدي حاجه بتريح دي حاجه بتريح وبتسهل الدنيا لما تلاقي كل الناس في اللوكيشن ما يعني ما فيش حد انتنشن ما فيش حد فيه مشكله ما فيش حد حاجه دي حاجه سهله قوي وباين ان الناس دي كبيره وناس سويه وناس دي حاجه تبقى لطيفه جدا لواحد زي يعني دور سيف اللي كان بيحاول يرجع ادهم لياسمين دور لايت كوميدي كده لطيف قوي. حابب ان انت تعيد تاني تجربه اللايت كوميدي دي يا يوسف انبسطت بيها. انا كمان عايزه بس اقول لك على حاجه يمكن انت ممكن ما تبقاش شايفها دلوقتي. انا عايزه اقول لك ان طول ما انت بتتكلم استاذ طارق على وشه علامه الفخر بيك والله بتكلم بجد ده حقيقي. فحابب ان انت تعيد تاني تجربه زي دي اللايت كوميدي دي يا يوسف ولا حابب ان انت تعمل حاجه تانية بعد كده عايز تعمل ايه؟ والله انا الحمد لله انا الواحد يعني دي حاجه الواحد بيتعلمها مع الوقت ان هو كممثل ممكن هو يبقى حابب نوعيه معينه من الادوار بس الحب الجمهور او اختيار الجمهور ممكن يوديه في نوعيه ادوار تانية. انا كنت بالعكس اول ما رجعت امثل تاني وانا كبير ده كان 2013 مع استاذ خالد صالح الله يرحمه في مسلسل اسمه فرعون وابتديت بعدها اعمل ادوار ما كانش فيها طابع الكوميديا خالص وانا نفسي كنت بتعلم تاني واكني ببتدي تاني من الاول وما كنتش متخيل ان انا على قد ما كنت حابب ان انا العب ادوار كوميدي بس ما كنتش رايح في السكه دي وما كانتش نوعيه الادوار دي بتشاف فيها
لحد ما ابتديت اعمل ادوار، اخش في ادوار فيها حاجات دراما، فيها حاجات رومانسيه، وانا عمري ما تخيلت انا ممكن حتى اعمل ادوار الرومانسيه دي، لحد ما ابتدت تجي لي نوعا ما ادوار لايت كوميدي وفي حاجات كوميدي صرف يعني زي ما بيقولوا. فبالعكس حابب ان انا اكمل في ده، بس ارجع واقول لك في يعني اخر عملين ثلاثه ليا ما كانوش كوميدي خالص. تمام. فبالعكس انا بحب التنويع ده، ولحد ما الجمهور يقول لا ده فلان. احنا حابينك نشوفك كده في كل الادوار تلعب كوميدي وتلعب تراجيدي، ويعني دايما الممثل بيحاول في كل مره يعني في كل محطه يبقى بيتحدى نفسه وبيتحدى موهبته. بشكرك شكرا جزيلا، بنقول لك مره ثانيه كل سنه وانت طيب يوسف عثمان الفنان المشارك في مسلسل بقينا اتنين، ونرجع مره ثانيه لضيوفنا الكرام المخرج طارق رفعت والممثل والمبدع والمذيع محمد نشأت. ومن الاسم، الاسم كمان مهم جدا. انا عايز اعلق على يوسف عثمان، تسمح لي؟ اتفضل. طب يوسف زي ما قال هو تم اختياره قبل التصوير بفتره قصيره جدا، وبعدين ما كناش عارفين بعض من قبل كده، وابتدينا نشتغل اول يوم، وبعدين اكتشفت ان هو ممثل محير جدا جدا، لانه تشرحي له المطلوب والحاجات فبيقول اوكي وتمام وبتاع، وبعدين بنعمل بروفا. ف يوسف عنده رد فعل ما تقدرش تقراه قوي في البروفا، وخصوصا انا لسه مش عارف مفاتيحه ومش عارفه كمان على المستوى الشخصي، وبعدين يخش يعمل مشهد بالظبط مظبوط، بيركز قوي في الكلام بالملي، والإفيه في مكانه والقدر المطلوب وكل حاجة. فأنا أخدت وقت شوية علشان أقدر أستوعب ردود فعله وطريقة ما بيركز في البروفا، لكن هو الحقيقة شخص وممثل ذكي جدا جدا، وأنا يعني أتمنى أن يبقى عنده مستقبل يعني أعظم بكتير من اللي هو فيه دلوقتي. لا يعني إن شاء الله أكيد هنشوفه في أدوار أكتر وأكتر. أستاذ طارق يعني خليني أسألك عن مش الممثل لكن الشخصية اللي بالنسبة لك كانت مركبة ومتعبة في المسلسل، يعني وانت بتقرأ كده الشخصيات وبتفرغ كده المشاهد قلت الشخصية دي حسيتها هتبقى تعباك شوية، تفاصيلها كتير. يعني بطبيعة الحال البطل والبطلة علشان عندهم مشاهد كتير، جوانب أدهم تبدو وأسنى. تراجيدي على الورق والمفروض تبقى لايت كوميدي في الأداء من غير ما الكوميدي تبوظ الحالة التراجيدية الموجودة، ده كان محتاج شوية تفكير وشوية شغل نشتغلهم مع بعض. وكان عندي شخصية كنت بحبها وكانت مش متعبة بس كانت محتاجة تفكير شوية، اللي هي شخصية الجد اللي هو أستاذ عزت زين، اللي هو كان راجل متصابي أو مش عايش سنه يعني زي ما بنقول، ما كانتش متعبة بس بالعكس كانت محمسة للتفكير والخلق مواقف وحالات يكون موجود فيها. جميل. كنت لسه عايز اسال قبل ما بسان تسال فكره الاسم كمان، يعني حتى تحيه هنا للكاتبه اماني التونسي. بقينا اتنين، احنا في الاصل دايما اول ما حد بيتجوز يبقى واحد، بقينا واحد، وهو في نهايه المسلسل في الحلقه الاخيره ادهم وياسمين بيرجعوا مره تانية وبيبقوا واحد، يعني بالزبط. الاسم كمان ليه دلاله ويشد بقينا اتنين. احنا بنتكلم دايما، احنا بنقول احنا بنقول كلمة واحدة تعني اكتر من شخص، تعني شخصين طول ما العلاقة كويسة. فبنقول احنا هنروح، احنا هنعمل، احنا هنبني، احنا هنخلف كده. لما العلاقة بتختلف بيبقى في انا وانتي، ونبتدي نستعمل الفاظ مفردة تدل على انه ما بقيناش واحد، بقينا شخصين غير بعض. نشأت خليني أسألك، هل الممثل لازم يحب الشخصية اللي بيمثلها حتى لو هو ضد أفكاره، ولا ممكن الشخصية تبقى مستفزاك وبرضه تدخل تمثل عادي خالص؟ يعني لازم تتعاطف مع الشخصية ولا لا؟ حالياً الممثل ياكل عيش وخلاص ويشتغل. والله العظيم اسمعي مني اللي بقوله. لازم يحبها، لازم يحبها ويشتغل، مش جنبه كده بينا وبين بعض مش قدامه. والله حالياً الممثل يعمل كده. هو
على حسب المراحل. يعني في فترة انت هتعملي فعلا اي حاجة هتجيلك، انت عايز تشتغلي، عايز تنتشري، عايز تعملي اي حاجة. في فترة هتبقى انت حاسة ان في دور ممكن يخليكي ما تمثليش تاني خالص، وحش قوي مش هتعرف تعملي خالص يعني. لكن مهم ان انت تذاكري الدور. انا بشوف ان الممثل يقدر يعمل دور حلو من اي مكان، عدد المشاهد، عدد حجمه في الدور، هو ممثل يعني مشخصاتي يعني هيقدر يعمل. لا بس انت كنت لسه بتتكلم عن حب الترند وانه الشخصيه كانت مستفزاك، هل الممثل لازم يتعاطف مع الشخصيه تشوف هو ليه بيتصرف بالطريقه دي؟ وحضرتك ما تصدقيهوش، لان هو كان يعني بيقول الكلام ده بس بيروح يدور على تفاصيل الشخصيه ويلاقي نظاره ويلاقي طريقه لبس ويلاقي افيهات للشخصيه وبيبني يعني ده. شوف عينك برضو على نماذج ممكن تشوفها تلقط من طبعًا. هنا حاجه تلقط من هنا حاجه. بس انا قصدي ده يعني مهم جدا يبقى عند الممثل مع اي شخصيه بيعملها، حتى لو الشخصيه مش عامله له حاله الاستفزاز انه يطلع كل اللي عنده يعني. لكن مهما كان هو لازم يدور على كل تفاصيلها بالظبط، يذاكرها بالظبط، يطلع لبسها بالظبط، شكلها بالظبط. كنت دايما قبل ما اروح اصور مشهد فاقول انا كان عندي مشاهد كتيره مع يوسف، ويوسف بالمناسبه يعني من الممثلين اللي انا انبسطت قوي بالشغل معاه قوي. ف لو انا هخش هسلم على يوسف فهسلم عليه كده، غير لما يحيى ده هيخش يسلم عليه هيبقى عايز في دماغه حاجه تانية. التفاصيل الصغيره دي من الشكل الخارجي ومن الحاجات اللي بنعملها جوه ومن القرايه ومن الحفظ. لان بقى عندي مشكله كمان اني بلاقي فجاه في ممثلين كتيره ما بيبقوش حافظين. ده ما حصلش معانا في المسلسل خالص الحقيقه، لكن في حاجات قبل كده رقم واحد لو الممثل مش حافظ دوره مش هيقدر يعمل اي حاجه خالص. لازم يحفظ الدور، لما الكلام يبقى سهل اي حاجه هتركبيها على الكلام بعد كده هيبقى سهل. بيحصل كمان بروفه الترابيزه دي مهمه جدا، بروفه ما قبل العمل والتحضير والقعده، وكل واحد يمسك خيط الشخصيه بشكل مهم. نشأة ابن مسرح، يعني انت بدايتك وزي ما اتكلمنا المركز الابداع الفني اللي هو المصنع اللي قدم لنا الاستاذ خالد جلال عدد كبير جدا من الاصوات المهمه جدا في الساحه الفنيه. ممثل المسرح فاد محمد نشأة ازاي وهو بيشتغل تلفزيون بيشتغل دراما؟ المسرح فادك ازاي؟ والله فادني طبعا في يعني كل حاجه. انا عملت اكتر من 45 عمل مسرحي ما بين تمثيل وما بين اخراج. فادني في العمل الاذاعي كمان، الصوت والاداء والمقابله مع الجمهور. احنا بنشتغل هوا قدام جمهور. علمك مذيع الراديو ده صعب جدا انك دايما دماغك تبقى حاضره وصوتك بيعبر، حتى لو انت متضايق انت صوتك بيعبر طبعا. دايما انك مبسوط والناس لازم تبقى تحطهم في مود حلو وهم بيسمعوك، دي حاجه صعبه جدا طبعا. صعبه وهي اشبه بلعبه المسرح فعلا. انت قدام مجموعه من الجمهور صحيح، مطالبه بشكل او باخر ان انت تادي وظيفه ايا ما كان حالتك عامله ازاي، ما فيهاش رجعه يعني زي الهوا برضو في التلفزيون، ولكن يمكن الراديو بيبقى شويه محتاج تاثير اكتر لانك بتاثر بصوتك بس كمان طبعا مش بس طبعا عوامل مساعده كتير. فالمسرح فاد في كل حاجه، سواء في الاذاعه، سواء في البرامج التلفزيونيه اللي قدمتها، سواء طبعا في التمثيل في الدراما او السينما او الحاجات اللي زي كده. المسرح زي ما بيقولوا كده هو دايما الاساس. بيختلف شويه بقى، بتبقى في شطاره ممثل انه يقدر، بس هو بيدي الاساس للممثل، يدي اساس طبعا القماشه الواسعه ان هو يشتغل هو الاساس طبعا. لكن بعد شويه بيبقى في فرق ما بين الاداء الدرامي والاداء السينمائي والاداء المسرحي التلفزيوني، فيبقى محتاج بس البوصله دي تتظبط مع الممثل شويه. استاذ طارق عايز اروح لك على نقطة مهمة جدا، التتر. التتر كمان احنا سمعنا صوت جنات رائع جدا، عظيمة، جميلة جدا. الاختيار لجنات والتتر الحقيقة الاختيار ده اختيار أستاذ كريم أبو ذكري. احنا كان عندنا اختيارات كتير، وطبعا كان في منهم أساتذة محترمين وشاطرين جدا وكل حاجة، بس تم الاستقرار على جنات. وصوتها يعني تعلم مع الناس بشكل رهيب، هي صوتها دافي وحنين طبعا،
من الفنانات اللي فعلا صوتها مختلف، الاوديو حاجه تانية خالص. طيب انا برضو مش عايزه نخلص كلامنا من غير ما نتكلم عن فنان كبير زي شريف منير وفنانه كبيره زي رانيا يوسف، التعامل معاهم كان عامل ازاي؟ قرايتهم للشخصيه، هل النهارده فنان يعني لما فنان كبير زي شريف منير عنده دايما رؤيه وعنده دايما وجهه نظر في موضوعات بتهم المجتمع، موضوع زي ده هو كان رؤيته ليه ازاي؟ في كذا نقطة. أولا استقباله للعمل، يعني هو العمل ده كان قائم ما بيننا من رمضان، مش ده اللي قبله ابتدينا نتكلم فيه، فهو كلنا اشتغلنا عليه بشكل بيخلي ناس أو يخلينا نعرف نتعامل مع قضية الطلاق، نحافظ على الجو العام لللايت كوميدي، لان طبعا مواضيع الطلاق بتشد الناس طبيعي للناحيه الكئيبه والتراجيديه. فهو كان عنده تفهم كبير للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اولا، وكمان للشخصيه او ملامح الشخصيه اللي هو بيلعبها. شريف ورانيا عندهم خبره حياتيه غير الخبره الفنيه، طبعا عندهم خبرة حياتية طويلة وناس احتكت بمواقف كتير وناس ويمكن مروا بنفس الظروف فده بيخلي الناس عايزة تنقل أفضل ما في خبرتها أو كل اللي يقدروا عليه للناس لو ده حيفيدهم. وكان من ضمنه يعني نقطة لو تسمحيلي، اتفضل. طبعا الدكتور النفسي اللي قام بدوره أستاذ نبيل علي ماهر، هي كانت محاولة مننا كلنا أن يبقى الناس تاخد بالها أنه لو عندك مشكلة مفيش حرج أنك تطلب مساعدة، محتاجين نغير الثقافة دي حتى عند الناس. المشكلة النفسية زي المشكلة الصحية بالضبط، كلنا ما بنكسبش نروح لدكتور لو عندنا شيء عضوي. الشيء النفسي نفس الحكاية، لو طلبت المساعدة هتنقذ نفسك وغيرك وعيلة بحالها. ممكن نشوف جزء تاني لبقينا اتنين السنه اللي جايه؟ ما احنا اتسالنا نفس السؤال في ايجار قديم. احنا يعني قصه ممكن تكمل، بنفضل ان يبقى في جديد، يعني اتمنى انه لو ده يكون عجبكم يبقى نقدر نعمل حاجه جديده تعجبكم برضه. نشأت الاعلامي شايف اهميه القوى الناعمه في مناقشه قضايا هامه بتهم المجتمع زي الطلاق، اهميه طرح ده في مسلسلات ومعالجتها ايه؟ ما عندناش اهم منها. ما عندناش يعني الدوله بتشتغل على ده كويس قوي، لان الحقيقه هي اكتشفت ان فعلا ما عندناش اهم من قوتنا الناعمه. قوتنا الناعمه لازم تبقى رقم واحد، ولازم يبقى الاهتمام بيها رقم واحد، سواء اعلام سواء فن سواء صحافه سواء مواقع، كل الكلام ده ما عندناش غيرها في الوقت الحالي، في الشكل الحالي للعالم كله، في التغيرات اللي بتحصل في الدنيا كلها، هي اهم شيء. ولو احنا مهتمين بيها بشكل كبير جدا، لازم يبقى كبير جدا 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 جدا، لان هو اللي بيعرف ياثر على اولادنا، هو اللي بيعرف ياثر على حياتنا، هو اللي بيعرف يعمل كل التغييرات اللي ممكن تحصل في دماغ اي بني ادمين. وعايز بس ارجع للنقطه عند الاستاذ شريف منير، انا كلمت استاذ طارق بعد اول حلقه، كلمته بالليل وانا فاكر المكالمه دي جدا، لما اتفرجت على اول حلقه من المسلسل يوم 16 رمضان، قلت له الجيل ده بتاع شريف منير، طارق لطفي، كريم عبد العزيز، الجيل ده جيل مختلف قوي. الناس دي بتشتغل الشغلانه دي بمهنيه جدا، بحب قوي، بمساعده لكل الناس اللي حواليها جدا جدا، غيرنا يعني. عارفه انت برضو او الاجيال الجديده اللي طالعه او الجيل اللي بعدهم او اللي بعدهم بشويه، حتى لو هم سوبر ستار او حتى لو هم مهمين جدا، سيبقى الجيل ده جيل محترم قوي، جيل عمل حاجات كبيره قوي، لما تشتغلي معاه وتحتكي معاه وتشوفيهم وهم في كواليسهم بيعملوا ايه. فلازم يطلعوا على الشاشه بشكل مميز. احكي لنا في كواليسهم بيعملوا ايه بسرعه، قول لنا. هايلين جدا جدا، بيقعدوا مع الناس كلهم. انا هقول لك على سر. قولي يا ريت. كل الممثلين في اليوم الاول للعمل كانوا جايين كلهم بلا استثناء، كانوا جايين متاكدين جدا ان ده شكل وملامح الشخصيه اللي هم محتاجين يعملوها. جميل.
الوحيد اللي ما كانش متأكد، وأول مرة بحكي ده، يمكن في ناس في كتير في الكرو ما عرفوش، الوحيد اللي ما كانش متأكد كان أستاذ شريف منير. الوحيد اللي كان شاكك هل ده شكل الشخصية وملامحها ولا لأ كان شريف منير، وكان بيسأل كتير وبيطمن كتير. متهيألي ده من الحاجات اللي تخليه مختلف. طبعا طبعا احنا وصلنا لاخر الفقره، كان عندنا اسئله كتيره جدا، نورتونا وشرفتونا ونشأت ان شاء الله نشوفك في ادوار احسن واجمل. انا عارف ان نشأت حلم حياته يمثل بليغ حمدي. هيجي يوم السنه الجايه كده نشوف محمد نشأت وهو بيجسد شخصيه الموسيقار بليغ حمدي. بشكرك شكرا جزيلا. بشكركم جدا جدا، ويعني زملائي واصدقائي، وببقى فخور بيكم طول الوقت بكل الشكر. احنا مبسوطين جدا يا نشأت. نشأت دايما مبدع ومتالق. بنشكر استاذ طارق رفعت المخرج الجميل على العمل الحلو ده، وفي انتظار ان شاء الله اعمال اجمل واجمل. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك وانت طيب وبصحه. نشكركم مره ثانيه مشاهدينا. فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معنا. نروح مع حضراتكم دلوقتي للقناطر الخيرية ونتابع الاحتفال بعيد الفطر المبارك والحدائق والمتنزهات وأحوال الناس هناك مع أحمد الحسيني. تفضل يا أحمد. كل سنة طيب. كل سنة طيبين زملائي الأعزاء في الاستوديو، كل سنة طيبين لمشاهدي صباح الخير يا مصر. أنا فعلا في حديقة لؤلؤة الشرق في القناطر الخيرية، واحدة من أجمل الأماكن اللي بيرتادها المواطنون والزوار هنا في أيام عيد الفطر المبارك. طبعا احنا عارفين القناطر الخيرية هي منشأة من عهد محمد علي سنة 1847 لما وضع حجر الأساس ليها، وفيها أشجار تاريخية بيعود تاريخها ل 150 سنة. طبعا غير جمال الطبيعة وجمال النيل والحدائق والخضرة، وطبعا إدارة القناطر الخيرية كمان قامت بمجهود كبير جدا لاستقبال عيد الفطر المبارك من حيث رفع صيانة الحدائق وتجهيز لاستقبال الجمهور وتحديث طبعا عدد من الحدائق. أنا طبعا موجود زي ما قلت لكم في حديقة لؤلؤة الشرق، وهي درة حدائق القناطر الخيرية. هنتعرف على مزيد من المجهود اللي تم وبذل خلال الفترة الأخيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك مع ضيفتنا المهندسة إيمان نصرت وكيل إدارة ري القناطر الخيرية. باشمهندسة صباح الخير وكل سنة وحضرتك طيبة. قولنا عملتوا إيه لاستقبال عيد الفطر المبارك واستقبال الزوار والجمهور؟ صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا حضرتك زي ما حضرتك تشرفت وقلت ان حديقة لؤلؤة الشرق من احسن الحدائق موجودة عندنا في القناطر. احنا عندنا طبعا في القناطر اكتر من 10 جناين، كل سنة بنقوم بتطوير الجناين دي وطبعا الاهتمام بيها ومراعاتها. وزي ما حضرتك قلت تفضلت وقلت ان احنا بنعمل استعدادات للعيد، زي ما حضرتك شفت في استعدادات. الاستعدادات دي بتبقى من كهرباء، سباكة، نجارة، لكل حاجة في الجنينة عشان نوصل لمرحلة ان الزوار ما يحتاجوش لأي شيء من برا. وزي ما حضرتك شفت الجنينة ما فيهاش أي حاجة يعني ناقصة للأسرة المصرية، يعني كل اللي الأسرة المحتاجة في أي خروجة هتلاقيها موجودة عندنا في الجنينة. كلميني على الإقبال. إحنا النهاردة ثاني يوم العيد وشايف يعني ما شاء الله إقبال كبير وكثيف من الجمهور من الزوار. امبارح كان إيه الأخبار والنهاردة كمان إيه الأخبار؟ متوقع يكون إيه وغدا كمان تلت أيام؟ هو اول يوم ما بيبقاش فيه اقبال قوي زي ما حضرتك اكيد شفت امبارح، لكن النهارده ان شاء الله الاقبال بدا يزيد، وفي اليومين الجايين ان شاء الله بيبقى الاقبال اكتر، وكل سنه ان شاء الله الاقبال بيزيد اكتر لان الناس بتبدا تعرف في الحدائق انها اتطورت وبقت احسن من الاول بكتير. يعني يمكن حديقه لؤلؤة الشرق تم تطويرها في الفتره الاخيره كمان وتحديثها، وفي مجموعه كبيره من الحدائق كمان تم تطويرها وتحديثها. كلميني عن باقي حدائق القناطر الخيريه هنا من حيث التطوير والتحديث. احنا بدأنا من 4 سنين تقريبا، الوزارة طبعا بتعليماتها بدأنا نطور كل الجناين. بدأنا بحديقة لؤلؤة الشرق، بدأ تطويرها وبناخد كل جنينة، بعد ما بنخلص جنينة بنبدأ بالجنينة اللي بعديها. احنا دلوقتي تعتبر يعني طورنا 10 جناين كل جنينة لسه، وفي حاليا في جنينة برضو شغالين فيها بدأنا تطويرها ما يكملش أسبوع قبل العيد، وجاري تطوير جميع الحدائق اللي موجودة في الجنين علشان تناسب جميع الزوار وتبقى حاجة مشرفة لمصر يعني وللوزارة.
شرفتينا يا باشمهندسه، شكرا جزيلا. مهندسه ايمان نصرت وكيل اداره ري القناه الخيريه، بنشكرك شكرا جزيلا. وزي ما شفنا يعني جمال مبهر ما بين المياه نهر النيل والخضره والطبيعه والاشجار النادره. وعايز اقول كمان في رحلات نيليه بتكون بتنطلق من هنا لعند التلفزيون في ماسبيرو، طبعا ذهابا وايابا. الرحله النيليه بتستغرق حوالي ساعتين في نهر النيل، وهي من اجمل الرحلات النيليه اللي كثير من الاسر المصريه بتستمتع بيها خاصه في فتره العيد. مره ثانيه كل سنه وانتم طيبين. اليكم زملائي في الاستوديو. نشكرك. شكرا ليك احمد الحسيني، كل سنه وانت طيب مره ثانيه. وبكده نكون خلصت حلقتنا بسنت، وصلنا لنهايه حلقه صباح الخير النهارده. بالظبط، يعني النهارده خلصت حلقتنا دلوقتي، وبنقول لكم مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين. بكره ان شاء الله استنونا في نفس الميعاد، بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر.